ألف مبروك للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي بعد مباراة عصيبة. الأهلي يتفوق على الدحيل 1-0 بهدف لحسين الشحات ويقابل البايرن أبطال أوروبا. كابتن علاء ألف ألف مبروك، قلبنا وقف في الشوط الثاني. مبروك يا أيمن، الحمد لله، ومبروك لجماهير النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي ومجلس إدارته. مباراة تخيلناها صعبة، لا ما تخيلناها سهلة بين الشوطين، لكن للأسف الشوط الثاني كان صعب قوي، هنتكلم فيه أكيد، لكن بقول الحمد لله، يعني خطوة كويسة، وكويس إن ده حصل الشوط الثاني، لأن المباراة الجاية صعبة جدا، مش محتاجة أي استهتار، أي طمأنينة للنتيجة. المباراة الجاية صعبة جدا جدا جدا، اللي حصل الشوط الثاني ده هنتكلم فيه، لكن الحمد لله مبروك على انك فزت النهارده، ودي خطوه كويسه ان شاء الله. بس انا عايز اقول لك حاجه، احنا كنا عايزين نفوز النهارده. ما انا بقول فزت النهارده خطوه كويسه للي جاي ان شاء الله باذن الله ربنا. كابتن اسامه الف مبروك، فوز صعب جدا. الحمد لله، الله يبارك فيك يا ايمن. اكيد بتلعب فرقه في ملعبها وهم المنظمين البطوله. الشوط الاولاني احنا عملناه كويس قوي، الشوط الثاني حصل هبوط في النواحي البدنيه، تمرير بقى خاطئ، حتى الضغط اللي كنا بنقول ان هم ما بيعملوش الشوط الاولاني ويدوا السيطره للنادي الاهلي اتعكست الشوط الثاني، فهو شوط عصيب الشوط الثاني، لكن الحمد لله يعني رجاله النادي الاهلي قدروا يطلعوا بالماتش، ومبروك ليهم ومبروك لجماهيرنا ومبروك لمجلس الاداره ومبروك لكل الناس اللي منتمين للنادي الاهلي. وحاجه بقى مشرفه طبعا ان احنا ان شاء الله نلعب البايرن ابطال اوروبا والعالم، ونتكلم بقى في الاحداث بتفاصيلها مع الوقت يعني ان شاء الله. كابتناني الف مبروك، مبروك لنا كلنا الحمد لله، مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. طبعا كانت مباراه صعبه واحنا اللي صعبانه على نفسنا بصراحه، يعني احنا ويمكن الكلام ده قلت لك بين الشوطين يا كابتن ايمن، قلت لك الحاله الجيده جدا والاداء الرائع في الشوط الاولاني ممكن يتنقل للعيبه ان المباراه بقت سهله، ان المباراه في المتناول، ويمكن كمان نشيد بعض الفريق دحيل في الشوط الثاني بصراحه عمل مباراه اكثر من رائعه، تغييرات هو الراجل غامر بصراحه، غامر بس عمل مغامره محسوبه، خلاص هو عايز، هو بيلعب على ارضه كمان يعني متاخر 1-0، لكن اجماليا اجماليا نقول الحمد لله عملنا مباراه اجماليا مباراه جيده. يمكن الشوط الاول كان افضل كتير جدا من الشوط الثاني، كنا نتمنى الشوط الثاني كده، لكن وصلنا للتارجت، الهدف بتاعنا انك تكسب المباراه وتوصل للمباراه قبل النهائي امام البايرن ان شاء الله. الحمد لله. كابتن عادل الف مبروك، فوز صعب وشوط ثاني صعب، ولكن السعاده انك انت تتخطى اول مباراه ليك بغض النظر عن اي حاجه، صحيح، علشان انت كده لازم تعرف انك انت على الاقل بتلعب من الاول للرابع ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله الثالث ولا الثاني على الاقل. يعني عايز اقول لك ان الادوار الاولانيه انا بالنسبه لي كنت خايف، مش علشان الفرقه اللي بتلعبها، انا كنت خايف لان النادي الاهلي نادي كبير قوي، ما ينفعش ان هو يطلع من الانديه الاخرى اللي هي غير يلعب على الاربعه الاوائل من البدايه. يعني علشان كده انا سعيد جدا جدا بالمكسب ده، وببارك لجمهور النادي الاهلي العظيم. شفت انت لما الكوره رجعت وجمهور الاهلي رجع بقينا شكلنا ايه؟ جمهور عظيم، جمهور جميل قوي، وببارك لمجلس الاداره وببارك للاعبين، وبقول لهم فرصه تعملوا مجد المباراه الجايه مباراه البايرن ان شاء الله. كابتن عادل هنروح للملعب مع امير هشام من التليفون. الف مبروك يا امير. الف مليون مبروك يا كابتن ايمن، تحياتي ليك ولكل اللي في الاستوديو طبعا، نجوم الكبار، وفرحه كبيره قوي هنا طبعا بعد فوز النادي الاهلي. عيشنا الاجواء معاك يا امير، عيشنا شويه. طبعا طبعا يا كابتن ايمن، واكثر من رائعه، يعني البعثه كلها في حاله سعاده كبيره جدا جدا بعد فوز النادي الاهلي النهارده. كنا قاعدين على اعصابنا شويه في الشوط الثاني، لكن في كل الاحوال احنا كنا بنلاعب فريق كبير قدرنا ان احنا نتغلب عليه، لكن طبعا دور جمهور النادي الاهلي النهارده في الملعب واللعيبه كانت مفتقده جمهور النادي الاهلي، كان عامل ايجابي واضح جدا جدا على مدار احداث المباراه كلها. فبالتالي الف مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، تاهل لنصف نهائي كاس العالم، انت كده خلاص ضمنت ميداليه اقل تصدير المركز الرابع، وده انجاز كبير جدا جدا باذن الله. باذن الله في طموح، في احلام، وباي حلم تقدر تحققه باذن الله تعالى، لكن كله في وقته وكله بالمجهود والعرق والتعب، وعندنا رجاله ابطال ان شاء الله باذن الله يشرف كمان في مباراه البايرن. وخليني اقول لك يعني احنا دلوقتي ابتدينا بقى نتكلم على مباراه البايرن يا كابتن ايمن، لان احنا كان يعني حلم بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي وبالنسبه كمان لافراد البعثه هنا ان احنا نعدي العقبه دي عشان نقابل بايرن،
صحيح في نهائي كاس العالم. يمكن الاهلي على مدار المشاركات اللي فاتت كلها ما قابلش فريق من اوروبا في الخمس مشاركات اللي قبل كده، المشاركه رقم 6 اخيرا اتاحت الفرصه للنادي الاهلي واللاعبين ان هم يلعبوا فريق من اوروبا، ومش اي فريق المره دي، فريق البايرن. فاكيد الحديث كله هيكون عن هذه المباراه، اللعيبه باذن الله يقدروا يعملوا حاجه، لكن احنا عايزين نعيش الفرحه النهارده، فرحه الفوز والتاهل لدور نصف النهائي يا كابتن ايمن، والف مليون مبروك لكل الاهلاويه في كل مكان. زي ما انت بتنقل لي الاجواء عندك هنا، عندنا مصر كلها فرحانه، كل الاهلاويه فرحانين في كل فروع النادي الاهلي، فرحه كبيره جدا 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 فرحانه. جمهور بعد الماتش عامل ايه عندك؟ لا الجمهور هنا جمهور ضايع في التعاده في الحقيقه، دورهم كان واضح جدا طول بعد المباراه، حيث اللاعبين بشكل كبير قوي قوي نادت على اللعيبه كلها، واللاعبين في الحقيقه راحوا وحيوا الجماهير، وحتى بعض اللاعبين يعني التيشيرتات بتاعتهم اهدوها للجماهير اللي طلبوها في المدرجات. جمهور النادي الاهلي هنا كان وحشه قوي قوي يشوف الاهلي من الملعب، وكان وحشه قوي قوي ان هو يعيش الانتصارات مع لاعبي النادي الاهلي من داخل ارضيه الملعب. دايما كان لاعبه الاهلي كمان كانوا مستقصدين تواجد الجماهير. جمهور النهارده في الحقيقه كان حاجه اكثر من رائعه، وايه كان ليه دور مؤثر جدا جدا. باذن الله كمان الجمهور هيكون متواجد في مباراه البايرن، جمهور الاهلي اكيد هيكون اكثر من جماهير البايرن، لان هنا في الحقيقه الاهلاويه يعني مش قادر اقول لك عدد كبير قوي يا كابتن ايمن، اللي حضروا النهارده في قدهم بتاع 10 مرات بدون مبالغه، كان نفسهم يحضروا، وده من خلال تواصلهم معانا ومع افراد البعثه على مدار الايام اللي فاتت كلها، طبعا طبقا للاجراءات الطبيه والفقاعه اللي احنا كنا او اللي احنا لسه متواجدين فيها لحد دلوقتي، ما كانوش عارفين يزوروا البعث ولا يزوروا اللاعبين، لكن هم يعني طلعوا الطاقه بتاعتهم كلها في ارضيه الملعب النهارده من خلال المدرجات ومن خلال مسانده لاعبي النادي الاهلي. هم كلهم لسه يعني البعض موجود في المدرجات حتى الان، البعض لسه بيعيش اجواء الفرحه، ويعني ان شاء الله باذن الله الكل في انتظار المباراه المقبله امام بايرن باذن الله تعالى. امير، الشوط الثاني طبعا الجمهور كان ليه دور مؤثر جدا وعامل اساسي في فوز النادي الاهلي النهارده، ولكن الشوط الثاني حتى برغم ان احنا ضغطنا شويه، حسيت في وقت من الاوقات ان الجمهور فقد الثقه ولا عنده ثقه كبيره جدا في ان النادي الاهلي هيعدي الدحيل؟ لا خليني اقول لك يا كابتن ايمن ان الجمهور كان عنده ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي بعد الاداء الرائع تحديدا في الشوط الاول. كان في احساس ان احنا كان ممكن كمان نضيف الهدف الثاني، لكن ما كانش في توفيق في كورتين ثلاثه راح بيهم النادي الاهلي على مرمى فريق الدحيل. لكن السمه الاساسيه اللي احنا دايما متعودين عليها مع جماهير النادي الاهلي بشكل عام في اي مكان، ان هم دايما عندهم ثقه كبيره جدا في اسم الاهلي، واي لاعب بيبقى بيلبس تيشيرت النادي الاهلي دايما بيبقى محل ثقه، فالثقه ما تهزتش لحظه بالنسبه للجماهير. طبعا في بعض القلق وبعض العصبيه، وكمان ده امر طبيعي، دي كره قدم وكان وارد انت يدخل فيك هدف وهي دي الكوره، لكن في كل الاحوال كنا واثقين الثقه الكامله في الفوز. خليني اقول لك يا كابتن ايمن كمان ان اللي ساعد على فوز النادي الاهلي النهارده، ودي نقطه غايه في الاهميه، ان الاهلي كبعثه بالكامل وكجهاز فني ولاعبين ما حدش كان بيتكلم في مباراه البايرن، ودي نقطة كانت مهمة قوي، لأن احنا حصلت كذا مرة قبل كده كان بيبقى عندنا فرصة إن احنا نلاعب الفريق الأوروبي اللي تأهل لمصر أو اللي موجود في مصر، كان بقى تركيز هنكسب وهنروح ونكسب ونلاعب الفريق ده وما بنلعبش في الآخر. المرة دي الدرس تم استيعابه بشكل جيد جدا، كان الحديث كله عن مباراة الدحيل، ازاي ان احنا نعدي العقبة دي، ازاي ان احنا نكسب الدحيل، ومن ثم يتم التفكير بشكل كامل في مباراة البايرن. وفعلا ده اللي نجحنا فيه، وده اللي حصل واللي نجح فيه في الحقيقة الجهاز الفني واللاعبين، وبالتحديد كمان كل الموجودين هنا في البعثة، والكابتن محمود الخطيب كمان كان ليه دور كبير جدا بصراحة مع البعثة بالكامل ومع اللاعبين والجهاز الفني في تهيئة الأجواء المناسبة علشان النادي الأهلي يقدر يتخطى هذه العقبة ويقابل فريق البايرن في مباراة هتكون مباراة للتاريخ بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره، وباذن الله هناخدها خطوه خطوه، وباذن الله النادي الاهلي يقدر يعني يشرف الكره المصريه في مباراه البايرن ان شاء الله باذن الله تعالى. باذن الله. كلمني عن فرحه اللاعبين والجهاز الفني بمجرد انتهاء المباراه. فرحه طبعا لا توصف في الجهاز الفني واللاعبين، كانوا في غايه في السعاده بعد الفوز وبعد اطلاق الحكم صفاره النهايه، كان يعني حلم بالنسبه لجماهير النادي الاهلي وبالنسبه للاعبين والجهاز الفني ان هم
يتأهلوا دور نصف النهائي. كنا في انتظار الصافرة 6 دقائق كانوا كتير قوي بصراحة، كانوا صعبين علينا شوية كأفراد البعثة اللي كنا متابعين المباراة. الجهاز الفني واللاعبين طبعا كان واقف على خط الملعب وكانوا في انتظار وترقب من صفرة حكم المباراة مع وضع آمال كبيرة في اللاعبين على انهم كانوا يجيبوا الهدف الثاني. لكن الأهم في مثل هذه المباريات يا كابتن أيمن طبعا، وانت عارف ان احنا نكسب ونتأهل، دي مباريات كاس يعني، اللي بيخسر بيخرج، فانت عايز تكسب حتى لو بنص جول. الحمد لله الأهلي ربنا كرمه الحمد لله وتأهل للمباراة المقبلة، وإن شاء الله بإذن الله هنبتدي بقى نفكر واحدة واحدة كده، أو الفريق طبعا والجهاز الفني يفكروا بداية من الغد في مباراة البايرن. هيبقى في تدريبات محاضرات مكثفة مستر بيتسو موسيماني، حديث مع اللاعبين، هيتم دراسة فريق البايرن اللي مش محتاج دراسة طبعا بالمناسبة، لكن الدراسة التكتيكية الخاصة بالمدير الفني ده أمر تاني يعني. المدير الفني هو أدرى بكل الأمور إزاي هيتعامل، استراتيجيته هتختلف في مباراة البايرن ولا لا. أعتقد بنسبة كبيرة ده هيحصل، أنت بتقابل أفضل فريق في العالم، عنده أحسن لعيب في العالم روبرت ليفاندوفسكي، عنده عدد كبير جدا من اللاعبين المتواجدين على أرضية الملعب، كيميتش على جوريتس، فرقة تقيلة أبطال أوروبا يعني. طبعا ابطال اوروبا، فبالتالي هم بيلعبوا في اعلى مستوى في العالم، فانت ازاي هتقابل المستوى ده؟ هتتعامل معاه ازاي؟ استراتيجيه في الماتش ده هتكون ايه؟ مستر بيتسو موسيماني بيدرس الحقيقه وهيشوف اكيد هيعمل ايه، لان الراجل قبل مباراه الدحيل احنا ما كناش بنشوفه في الفندق يا كابتن ايمن في الحقيقه خالص، كان قاعد دايما بيذاكر في الغرفه الخاصه بيا دوب بنشوفه يعني على ميعاد الوجبات وفي المحاضرات لما بيلقي بعض المحاضرات بالنسبه للاعبين. فرب ان شاء الله ربنا يوفقهم، احنا عايزين بس نشرف الكره المصريه، النادي الاهلي يشرف الكره المصريه من خلال مباراه البايرن. هو خلاص حقق هدف من ضمن الاهداف المهمه. وانا خليني اقول لك برضو يا كابتن ايمن، امبارح في التدريب الاخير بالنسبه للنادي الاهلي كان في كلمه واضحه جدا من مستر بيتسو، بعد ما قروا الفتحه قبل انطلاق التدريب قال لهم يا جماعه احنا جايين هنا عشان نلعب 3 ماتشات مش ماتشين، لان انت لو كنت لا قدر الله خسرت كنت هتلعب واحد، انت دلوقتي كسبت فلسه قدامك ماتشين، فانت جاي عشان تلعب ال3 ماتشات. ده كان هدف واضح عند مستر بيتسو موسيماني. احنا جينا لعبنا ماتش، الاهلي لعب الماتش كسب، كده ناقصنا ماتشين باذن الله في البطوله نلعب على ميداليه مركز ثالث، ليه ما نروحش لابعد من كده؟ مفيش اي مشكله خالص، احنا النادي الاهلي، احنا ابطال افريقيا، نقدر نعمل اي حاجه رغم صعوبه المنافسه طبعا ورغم صعوبه فريق البايرن، لكن كل الامور في الحقيقه ان شاء الله تمشي في الشكل المميز والشكل الجيد. شكرا جزيلا يا امير، واكيد هنتابع معاك وعشان توفينا بكل ما هو جديد. هنتابع مع بعض فرحه جمهور الاهلي بدا في حسين الشحات ونشوفها على الشاشه دلوقتي معانا على الشاشه. اتفضل يا سمير. فرحة حلوة فعلا مفيش شك، ومين غير الأهلي هو اللي يفرحنا ومين غير الأهلي هو اللي يساعدنا. كابتن علاء فرحة كبيرة جدا، وحتى في أصعب اللحظات في الشوط الثاني إنما الجمهور عنده ثقة في لعيبة النادي الأهلي إن هي تعدي للدور اللي بعد كده. هو دايما جمهور النادي الأهلي عنده ثقة في فريقه، وده مش حاجة مش جديدة أيما من زمان جدا، ودايما في المواقف الصعبة حتى لو أنت متأخر بهدف ولا حاجة تلاقي جمهورك وراك، ودي ميزه جمهور النادي الاهلي، وراك في كل وقت، الانتصارات وراك، لو حصل حاجه وراك دايما بيدفعك لقدام، حتى لو الاداء مش حلو قوي لكن تلاقي تشجيع كتير قوي، هو دايما مقتنع وعنده ايمان بيك ان انت هتكسب وان انت ان شاء الله تبقى دايما في حته ثانيه خالص غير بعيد عن الانديه كلها. وده اللي حصل النهارده يعني. جماهير الاهلي رغم ان الشوط الثاني كان في ضغط جامد عليك وكان في مشاكل كتير قوي، لكن تحس ان الجماهير عندها قناعة ان النادي الاهلي هيعدي النهارده. صحيح، لان هم النادي الاهلي دايما عمره ما خذل جمهوره. ايمن ودي احسن حاجه. استاذنك ان ايمن اشرف خد رجل المباراه اليوم. اكيد
ايمن من 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 مباريات او في الدوري حتى دايما كنا موجودين وكنا مجتمع على ان دايما ايمن من اقصى لاعبي النادي الاهلي ثباتا في كل مباراته السابقه. ايمن ايمن اشرف لا نجم مباراه ايمن اشرف نجم مباراه ايمن اشرف هايل النهارده ايمن. وجوده مع بدر بنون مد ثقه كويسه قوي في خط دفاعك. الاثنين اولا متفاهمين جدا مع بعض مع ان فتره قليله قوي لكن الاثنين متفاهمين جدا جدا مع بعض ما عندكش مشاكل خالص. انا فاكر مباراه بيراميدز تقريبا كان عادل واسامه معانا وكابتن شريف خد رجل المباراه انه في المباراه دي عامل تغطيتين يا ايمن باهداف لو جت اهداف مش هتلومه يستحق رجل المباراه طبعا يستحق عن جدار استحقاق ايمن ومش النهارده بس على فكره ايمن بقاله فتره كبيره جدا مستواه ثابت جدا 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 وبهنيه. وايمن من نوعيه اللعيبه ايمن زي الشناوي كده اللي هو دايما بيبقى كويس مش انا كويس وخلاص لا انا كويس لازم احافظ على مستوايا وكل ما هو كويس كل ما بيطلب الاحسن مش ان انا بقيت كويس ماتش او الثاني التالت ابقى اهدى لا عشان كده هو شخصيه ملتزمه جدا كمان بره الملعب وجوه الملعب والراجل عارف زي ما دايما بقول كلمه كده ان في ايديه نعمه فبيحافظ عليها عشان كده ايمن ما شاء الله مستواه هايل تحس ان في امان وجود بنون ايمن شناوي مثلث ده مديك امان كويس قوي في حته الدفاعيه. كابتن سامي الجمهور كان ليه دور مؤثر النهارده في فوز النادي الاهلي وخصوصا في اصعب اوقات المباراه الشوط الثاني. مفيش شك جماهيرنا طول عمرها ليها تاثير كبير على ادائنا بتقف معانا في كل المواقف يعني حتى احنا في الاغنيه الشهيره بتاعه النادي الاهلي بيقول لك على الحلوه والمره معاك فهو لما بيبقى النادي الاهلي كويس ومتفوق التشجيع بيحمسنا ولما بتبقى المواقف صعبه او مغلوبين او كده واحنا كلنا لعبنا في النادي الاهلي وعارفين الكلام ده كانوا تملي بيبقوا في دعم لينا لغايه لما نفوز بالمباراه مزبوط. فواضح طبعا النهارده ان الجمهور له تاثير كبير في 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 حماس اللعيبه واصرارهم برغم التعب اللي واضح الشوط الثاني لكن انت عارف انت اللي بيجيب اخره دي من الدفعه اللي الجمهور اللعيبه بتاخدها من 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 تشجيع الجماهير مش عايزين يخذلوهم شايفين جماهير في الملعب يمكن هنا في الدوري المصري الفترات الاخيره كلها بنلعب بدون جمهور فواضح النهارده طبعا تاثير الجمهور في الملعب بالنسبه للنادي الاهلي يعني فعلا زي ما انت بتقول يا كابتن اسامه عمري ما احب غير الاهلي ولا في غيره يفرحني. هاني انا وانت قاعدين الشوط الثاني على اعصابنا ايدينا على قلبنا ده حقيقي ومع ذلك عارف عارف احنا بنقول الجمهور احنا عاملين زي جمهور درجه ثالثه بالظبط ده صحيح ده صحيح الاثنين بس بالظبط يعني كنا طبعا موقف صعب يعني احنا خلينا نتكلم بكل امانه طبعا مبروك للنادي الاهلي مباراه الشوط الاولاني مباراه كبيره لكن دايما حتى هنا في قناه النادي الاهلي واستوديو معاك يا كابتن ايمن كل الناس بتتكلم بحياديه لما يكون الاهلي عنده بعض السلبيات بنقولها لان ده في مصلحه نادينا صحيح. فعايزين نقول التارجت والهدف من المباراه الوصول للمباراه النهائيه مظبوط ده تارجت وده الهدف من المباراه توصل لها ازاي لعبت ازاي ممكن نتكلم في كل الكلام دوت بعد المباراه صح اعتقادي الشخصي ان باذن الله يعني في اخطاء طبعا هنتكلم عليها مع الكباتن حصلت في الشوط الثاني لكن انا من وجهه نظري ما كانش التركيز وده نقطه مهمه جدا قلتها بين الشوطين ما كانش التركيز على نفس المستوى قبل المباراه يعني تحس ان اللعيبه مش مشدوده بعد ما نزل الشوط الثاني مش نفس شده الشوط الاولاني بدايته وبالتالي التركيز قل شويه فده دخل طبعا فريق الدحيل للمباراه وطالما كمان فريق كويس فريق طبعاً يعني عنده عناصر خبره طبعاً كبيره في عناصر نزلت عملت الفارق في النواحي الهجوميه اي فرقه هتديها مساحات واي فرقه
يعني هتديها الوقت انها تتصرف، هتتصرف بشكل افضل. لكن كل ده نتكلم فيه، الهدف بتاعنا الوصول للمباراه قبل النهائيه، وده الهدف اللي اتحقق. وان شاء الله يعني اكيد مباراه البايرن هنتكلم عليها بشكل مختلف، لكن يا ريتنا كنا بنلعب كره ونلعب قدام البايرن. يعني صحيح. حاجه جميله جدا جدا. لا والاجواء والملعب وبتلعب قدام بطل اوروبا وبطل العالم صاحب طبعا. النسخه اللي فاتت حتى موسيماني من خلال يمكن المؤتمر الصحفي كان بيكلم احنا مركزين على الضحيل، لكن ليه لا ما نلعبش البايرن، لان بالنسبه لنا كمدربين حتى وكلعيبه هتكون حاجه يعني احيانا اللعب مع الفرق الكبيره ده بيبقى فيه متعه ويبقى فيه مساحات في الملعب تقدر تبرز وتبدع فيها. الضغوط خلاص بالزبط. الضغوط بتتشال بالزبط. وخلينا اخد مثل يمكن قريب، يمكن كاس العالم لكره اليد كان موجود في مصر، ومصر كان بتلعب الدنمارك في اللعب. واللي كسبت كاس العالم كمان الدنمارك. فعايز اقول لك ان في بعض الاحيان وبعض الاوقات في المباراه ما بتحسش ان الفوارق كبير. كلنا الحمد لله لعبنا كاس عالم، يعني كل الموجودين لعبوا كاس عالم وشفنا قد ايه ان احنا كنا قريبين من مستوى هولندا. فعايز اقول لك مباراه البايرن طبعا مباراه صعبه جدا، فارق المستويات الفنيه وفارق الخبرات كبير، لكن مع ممكن تركيزك مع اصرارك مزبوط. ممكن ليه لا مزبوط. وزي ما انت بتقول يا كابتن احنا بنلعب بدون ضغوط دلوقتي، احنا بنلعب قدام البايرن ان شاء الله، ومباراه للتاريخ كمان صح. يعني مباراه للتاريخ، والنادي الاهلي زي ما انت قلت دايما بيسعد جماهيره. وصلنا لكاس العالم للانديه كانت فرحه كبيره، النهارده فرحه مش هنبالغ فيها قوي، لكن طبيعي خلي بالك ان النادي الاهلي يكسب الدحيل، مع احترامي طبعا لفريق الدحيل الطبيعي ان النادي الاهلي بتاريخه ولاعيبته وامكانياته يكسب فريق الدحيل، لكن المهم كان النادي الاهلي بيحترم الدحيل بشكل كويس، ذاكرناه بشكل كويس. في اخطاء لكن الحمد لله الهدف من المباراه خدناه وهو الوصول للدور قبل النهائي، ده المهم. يعني كابتن عادل نتكلم على دور جمهور النادي الاهلي وسواء في مصر او في الخارج. ويمكن احنا يعني لعبنا كتير في الدول العربيه، وكنا بنشوف يعني احنا كنا بنروح نلعب بس الناس دي عيني هي اللي بتقعد، يعني هي اللي قاعده موجوده، فاحنا كنا حاسين بيها. يمكن الشوط الثاني كان صعب علينا شويه النهارده، بس كان في رجاله في الملعب. انا عشت الاجواء دي كتير قوي لما كان النادي الاهلي وانا هناك في الخليج لما كان بيجي يلعب، كنت بشوف. انا كنت خلاص اتحولت ان انا مدرب لكن انا جمهور مشجع مظبوط، وعايش في مكان انا جاي النادي الاهلي بيلعب، النادي الاهلي لازم يكسب صح. علشان لما النادي الاهلي بيكسب، وخلي بالك احنا كمان ايامنا كابتن ايمن كنا بنخاف قوي على المصريين في الخارج بالظبط، بتموت نفسك في المباراه اكتر من انها مباراه رسميه مزبوط. ليه؟ علشان تساعدهم بعد ما يمشوا، لان بعد ما احنا نمشي هم اللي قاعدين هم اللي شغالين. الحاجه بقى المهمه اللي احنا نتكلم فيها يا كابتن دلوقتي، وانا سعادتي كامله في ايه، ان انا هلعب البايرن، بس في نقطه مهمه، ممكن والله ممكن. اصله انا مش بتكلم على انك انت يعني بتلعب دوري او بتلعب 3 4 ماتشات، لا انت بتلعب مباراه واحده. اتكلمت يا كابتن هاني على الدنمارك مع مصر في كاس عالم في الهاندبول، كنا احنا الند واحنا اللي كنا هنكسب ده واحد. يعني هولندا احنا معانا، هولندا احنا كنا رايحين قايلين يكسبوا 7 ويكسبوا 8 والحاجات دي كلها، وقالوا وقدرنا ان احنا وكنا الافضل. ايرلندا كانت التصنيف الاول وقدرنا عليهم. حاجات كتير قوي بتديك مثل انك انت تكون البايرن فرقه قويه جدا وكل حاجه، لكن انت برضو النادي الاهلي لازم تعمل اقصى حاجه جهد عندك صحيح. مشرف احنا صحيح. النتيجه بتاعت ربنا، النصر والهزيمه من عند الله مزبوط. لكن انت تقدر انك انت تأدي اداء كويس، اداء بالزبط. مميز. علشان كده كابتن ايمن جمهور النادي الاهلي لا يقبل، حتى لو لعبت مين لا يقبل يطلع بدور ان هو الـ الناس اللي مستنيين فرقته تتغلب. ممكن تخسر من البايرن، ممكن فرقه كبيره وابطال اوروبا ماشي، ولكن جمهورك برضو عنده طموح. تخيل انه انت تشتغل مع البايرن غامد بيحب ان يعني جمهورك كتير قوي. النادي الاهلي بيأدي اداء مع فرق كبيره وكان يخسر والجمهور كان يحييه قوي. وخلي بالك احنا فينا حاجه كنادي اهلي ان احنا ما بنبالغش في الفرحه قوي. يعني انا اعتقد بعد ماتش النهارده هنفرح النهارده، ومن بكره يمكن ومن واحنا بننام بنفكر في الماتش اللي بعده. كابتن هو انا السؤال لينا احنا، هو احنا كنا خايفين من مباراه الدحيل كره؟ انا شخصيا ما كنتش خايف. يعني بمعنى ايه عاوز اقول لك ايه؟ انه الطبيعي ان احنا لازم نكسب.
هو ماتش قوي جدا. اللعيبه ادت الشوط الاولاني والشوط الثاني في اخطاء ماشي، ولكن المباراه عدت، انت بتلعب بطوله، انت رايح لهدف خروج مغلوب. يعني الاعصاب والحاجات دي، ومش عاوز مجازفه والحاجات، حاجات كتير قوي. لكن انت كنت متخيل ان انت النادي الاهلي بي يعني عايز اقولها ازاي، مش عايز ابقى مغرور في الكلمه دي، عاوز اقول ان النادي الاهلي بقوته باسمه الكبير المفترض انه لا قدر الله لما يخسر، يخسر من البايرن، يخسر من الفرق الكبيره قوي دي، حقيقه لازم نحطها في دماغنا. وانا كنت خايف من كده. أيوه. انا دايما لما بلاعب الفرق الاقل مني، والحمد لله ما فيش حد اكبر مني في الشرق الاوسط، واكبر مني في افريقيا، واكبر مني في مصر. أيوه. دي حقيقه، ولا غرور ولا اي حاجه، دي حقيقه. حقيقه بالارقام، هات ارقام في افريقيا، انت نادي القرن، انت اللي جايب بطولات اكتر، هات في مصر، انت اللي واخد البطولات الكتير، هات في الشرق الاوسط في الدول العربيه، انت اللي المفترض اسمك اعلى، وانت اللي واخد اكتر بطولات ممكنه. أيوه. فعلشان كده انا ما يعني انا ما بزعلش ان انا اخسر من الدول من الفرق العالميه، لكن اقدر ازعل ان انا ممكن اقرنائي في المنطقه ممكن يكسبوني، وان شاء الله ما حدش هيكسبك، لانك انت الاهلي وهتفضل النادي الاهلي. وانا سعيد 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 جدا ان احنا هنلاعب فرقه قويه، وبحلم. معلش، طول ما احنا عايشين بنحلم يا كابتن، الدنيا كده. انا عاوز اقول لك حاجه، انا لو مدرب في الوقت ده، هو انت برجلين وهم برجلين، مزبوط. موت نفسك، اقتل نفسك. النصر والهزيمه من عند الله، العب وموت وقف واشتغل. ليه لا؟ طب ليه ما نحلمش؟ احلم. طيب نروح نعيش اجواء الفرحه مع اعضاء النادي الاهلي في الشيخ زايد والزميل شريف شعبان. اتفضل يا شيخ. هذه الاسماء، هذا تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. مليون مبروك ليك، مليون مبروك لضيوفك، مليون مبروك لكل مشاهدي وجماهير النادي الاهلي. فوز كبير للنادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء على فريق دحيل، فريق طبعا القوي. مليون مبروك تاهل النادي الاهلي للدور القادم، ومباراه فريق كبير، فريق البايرن من اعضاء النادي الاهلي من فرع الشيخ زايد. نشوف رد فعلهم بعد فوز النادي الاهلي في اول مواجهه في كاس العالم للانديه. السلام عليكم، اسمك ايه؟ ورحمه الله وبركاته. الف الف مبروك. النادي الاهلي هو الكيان، النادي الاهلي ده هو روح الفانيلا الحمراء، هو الانتماء، هو الطموح الحقيقي. بنقول للنادي الاهلي النهارده الف مبروك لكابتن محمود الخطيب ومجلسه، وبنقول لهم انتوا فرحتونا. من شجاع الابطال، فريق كبير، فريق عظيم، اديله عمري وبرده. مبروك للنادي الاهلي. احب اشكر كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره كله وجميع اللاعبين والجمهور، وان شاء الله بدول البايرن استعدوا. الف مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك للنادي الاهلي. اوه اهلاوي النادي الاهلي. اللي احنا نلعب الباير مش مهم، المهم ان احنا نلعب الباير ولاعبتنا تظهر قدام العالم، نستمتع بالمباراه. مبروك، عايز اقول الف مبروك للنادي الاهلي والاستاذ خطيب. الف مبروك، كله يقول الف مبروك، الف مبروك، الف مبروك، الف مبروك للاهلي، وان شاء الله هنكسب الباير. كابتن ايمن، دي كانت فرحه جمهور النادي الاهلي، فطبعا في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، ودائما النادي الاهلي هو صاحب السعاده. مليون مبروك ليك كابتن ايمن، مليون مبروك لضيوفك، مليون مبروك لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. عاود ليك من جديد كابتن ايمن، اتفضل. ايه الجمال ده؟ ايه الفرحه دي؟ يعني مش ممكن. انا نفسي ارجع العب تاني. صحيح. والله نفسي ارجع العب تاني. بلاش. ايه؟ بلاش. لا والله فرحه حلوه، وفكرتنا بالاجواء بتاعت نهائي افريقيا، وفكرتنا بكاس مصر، وفكرتنا بالدوري. ولكن انك انت تتاهل تلعب مع بطل اوروبا، وفي يعني نقدر نقول ايه، ان انت على الاقل على الاقل هتلعب على الثالث والرابع ان شاء الله. يعني باذن الله باذن الله نقدم مباراه كويسه ونتيجه من عند ربنا. ماتش البايرن، انما انت بتلعب زي ما قال هاني، انت بتلعب ابطال اوروبا، خلاص بقى انت مفيش ضغوط عليك. من الميزه اللي في المباراه القضيه بتاع مع البايرن، مفيش ضغوطات. صح. انت النهارده كنت مطالب تكسب. صح.
اللي هو ما ينفعش النهارده غير انك تكسب في كل حال من الاحوال، مع احترام كمان الفريق ده حلو، عمل شوط ممتاز شوط تاني، لكن في فرق خبرات كبيره قوي قوي قوي، وفي فرق امكانيات كتيره. فالنهارده لا ما ينفعش مش تكسب النهارده، وكان الناس كلها كانت متعشمه بعد الشوط الاول. يمكن كان هاني بيتكلم في اخر الاستوديو ان عملت شوط حلو قوي المفروض تنسى وتلعب على الشوط الثاني، انك لسه عايز تكسب وعايز النتيجه تبقى اعلى من كده. وكل الدلائل في الشوط الاول يا ايمن بتقول لك انت الشوط الثاني ممكن تعمل نتيجه عاليه. ايوه اما نيجي نتكلم فني في الشوط الثاني هنبقى نتكلم وليه الاسباب، لكن انت اديت رساله للناس الشوط الاول انت عامل شوط ممتاز و1-0 كنت ممكن تكسب اكتر، كل الناس متخيله ان الشوط الثاني انت هتكسب، لكن حصل ظروف. لكن الحاجه الحلوه ان انت طلعت كسبان المباراه، دي الحاجه الكويسه، خدت خطوه كويسه قوي، ضمنت ان شاء الله تلعب على مركز، وان شاء الله مش هيعدي مركز من يعني من اول لاسوء الظروف للثالث. لكن المباراه القادمه 90 دقيقه بين فرقتين كبار قوي قوي قوي، النادي الاهلي كبير جدا وبايرن كبير جدا طبعا، ومباراه ما فيهاش انت مش مطالب، يعني لو مش مطالب تكسب لكن ليه ما تكسبش عادي من غير ما ليه ما نحلمش والحاجات اللي انتوا كنتوا قولها دلوقتي. لكن هي مباراه صعبه، لكن مع تركيز كويس قوي. تفائل يا كابتن علاء، تفائل. انا مش متشائم على فكره بس بالعكس انا بتكلم مقايضه. اه على فكره بتلعب مع البارن ليه؟ انا بقول 90 دقيقه من غير ضغوطات. بص صح. ايمن احسن حاجه لعيب الكره يلعب من غير ضغوطات خالص. النهارده انا متاكد ان في ضغوطات شويه على لعيبه الاهلي شويه، مش على الدحيل. الدحيل قلقان من النتيجه تعلى، عشان كده الشوط الاول لعب بتحفظ شديد جدا، وكنا اتكلمنا كلنا الحمد لله قبل المباراه في الاستوديو، وتقريبا الكلام اللي احنا قلناه كله حصل في الشوط الاول، ان هو هيبقى متحفظ جدا، عايز يقفل المساحات، عايز يقلل اللي ممكن نتيجه المباراه في الشوط الاول، وحصل. لكن انت كنت لازم تكسب النهارده، ما ينفعش النهارده النادي الاهلي مع احترام الكامل لكل الفرق صحيح اللي بيلعبها ان هو ما كانش كسب النهارده اي فرق افريقيا في عربيه افريقيه، لا النادي الاهلي ما لا يقارن صح خالص. عشان كده النهارده خلاص عديت الحمد لله، تبدا تبص على الاهم بقى. عشان كده فرحه الناس، انت مستغرب فرحه الناس ايمن؟ ناس فرحانه عشان انت عديت خط محتاجه مظبوط. بعد كده بقى هم مستنيين النادي الاهلي، ما انت جمهورك فيها عارف مش متعشم، عنده ثقه فيك ايمن ملهاش نهايه صحيح. ولو اتكلمت مع الناس، لو جبت ناس بتتكلم دلوقتي يقول لك هو ليه الاهلي ما كسبش البايرن؟ والله لو عملت اي لو مشيت في الشارع صح. لو اتكلمت هيقول لك طب ليه ما نكسبش البايرن؟ عادي، هو النادي هو النادي الاهلي كده، جماهيره كده دايما عندها ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي. فبتمنى ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي ويوصلوا لابعد حاجه ان شاء الله في البطوله. هو دايما يا كابتن علاء جمهور الاهلي بيثق في فريقه، يعني مهما لعبت، يعني حتى لعبت ريال مدريد، لعبت مش عارف برشلونه، لعبت بايرن ميونخ، كسبت بايرن. انت ما كسبت ريال مدريد قبل كده؟ مش كسبت ريال مدريد 1-0 وكسبت البايرن طيب قبل كده. يعني حاجه مش جديده عليك انت طيب. فاهمني ايمن مزبوط. لكن هو جمهورك عنده ثقه فيك صحيح. لو لعبت هتلعب اعظم نادي في العالم، هو صحيح. هتلعب جمهور الاهلي عنده ثقه في كابتن علاء. الناس فرحانه انك هتلعب البايرن بالظبط. يعني الناس والله يعني وحته بتحب النادي الاهلي عايزاه يوصل، لكن الفرحه كمان وحته الامل ان هو ممكن طبيعي بس. يعني الفرحه النهارده اه كسبنا فريق معتدل فريق، لكن كمان الفرحه الكبيره ان احنا كمان اللي بنحب النادي الاهلي عايزين نتفرج على مباراه حلوه بالزبط. الاهلي بيلعب البايرن فده كمان من الحاجات اللي خلي بالك في حاجه كمان، اللعيبه اللي هم بتوع البايرن برضو خلي بالك بعد ما تاهل النادي الاهلي النهارده هم بيعملوا حساب للماتش اللي جاي مع النادي الاهلي. الاهلي كابتن يمكن يعني ده منزلين دلوقتي على تويتر كمان يمكن كده طبعا قبل ما يجوا يعني فليك ده بيقول لك احترامي وعارف النادي الاهلي العقليه الالمانيه ايمن وهم ما بيهزروش انت عارفها طبعا عقليه ما فيهاش ما بتهزرش احترموا منين انت العقليه انا يعني عديت عليهم كده زار قعد اسبوع هناك تقريبا نزيد في فرانكفورت قعد اسبوع هناك طيب زي ما عشنا اجواء الفرحه في الشيخ زايد هنروح مع زميلنا كريم احمد ونعيش اجواء الفرحه في اهلي الجزيره اتفضل مرحب بيك يا كابتن ايمن شوقي ومبروك عليك ومبروك على كابتن الكبار في الاستوديو التحليلي كل جمهور النادي الاهلي اعضاء النادي الاهلي الفرحه كبيره وهي دي النادي الاهلي ثقتنا كانت كبيره جدا في كل اللعيبه ويمكن اتكلمنا على هذا الامر موسيماني الجهاز الفني الكابتن محمود الخطيب القيمه الكبيره ودوره الكبير والرسائل المهمه جدا فرحه كانت كبيره جدا النهارده بعد الفوز الاول في كاس العالم انديه على فريق الدحيل كنا ممكن نحرز اكتر من هدف لكن هم دول لعيبه النادي الاهلي منتظرين منهم كمان الكثير انا معايا الفرحه الكبيره ومعايا اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي ابدا معاك شفت المباراه ازاي حابب تقول للعيبه الرجاله مباراه صعبه ومباراه مهمه لكن النادي الاهلي قدر ان هو يحسم اول مباراه شايف المباراه ازاي اولا الحمد لله ان احنا كسبنا وبنهني النادي الاهلي مع اننا كنا مكسب يعني ممكن نكسب 3-4 اهداف وبرده كان في تغييرات كنا محتاجين كهربا ومحمد شريف ينزل
بس اقول يعني الحمد لله ان احنا برضو ايه وصلنا كده، احنا كمان هنقعد في قطر وفي ماتشين كمان ان احنا نوصل نعادل اوكلاند سيتي، يبقى اكبر فريق يعني ما شاء الله لعبنا 15 مباراه هناك زينا، يبقى احنا واوكلاند سيتي. فالحمد لله ان احنا كسبنا النهارده وربنا سهل ان شاء الله. تقولي لكل اللعيبه الفتره اللي جايه ومباراه بايرن ميونخ تحديدا؟ طبعا ده ماتش عالمي وانا فرحان ان احنا نلعب بايرن حتى لو احنا ما كسبناش، يعني ان شاء الله حتى نلعب ثالث ورابع، واتمنى الماتش جاي بقى ان شاء الله كهربا وشريف الناس دي تنزل وهيساعدوا معانا في الهجوم ان شاء الله. مستمرين معاك اكيد يا كابتن ايمن، ويمكن طبعا اعضاء الجمعيه العموميه والفرحه الكبيره، حابب تقول للعيبه وشايف المباراه النهارده ازاي وبتشوف اداء النادي الاهلي ازاي؟ والله اللعيبه انا ببارك لهم من قلبي وجهاز الفني ومستر موسيماني بيثبت من المباراه الاخرى ان هو مدرب كبير وقدير فعلا، واللعيبه بصراحه بيستحقوا اوسمه من الدرجه الاولى الممتازه، ويعني احنا كاعضاء للنادي الاهلي فرحانين فرحه كبيره جدا، وان اللعيبه يعني كانوا فعلا قدر المسؤوليه وقدموا مباراه رائعه جدا وممتازه، وهو ده النادي الاهلي، لان النادي الاهلي ده قيمه وقامه حاجه كبيره جدا على مستوى العالم العربي. وعلى اللعيبه قبل المباراه بايرن ميونخ حابب تقول لعيبه النادي الاهلي؟ انا بقول لهم فوز النهارده ده بيديكوا دفعه كبيره وبيرفع من روحكم المعنويه، وان شاء الله بيحفزكم ان انتوا تعملوا حاجه، وانا متفائل برضو للمباراه القادمه امام بايرن ميونخ. النادي الاهلي قيمه وقامه. الف مبروك ليك يا كابتن. مستمرين معاك كده يا كابتن ايمن، فرحه كبيره جدا لكل جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي، حابب تقولي على الفوز الاول وشفت اداء الرجولي من لعيبه النادي الاهلي ازاي؟ الف مبروك النادي الاهلي، والف مبروك كمان لمحمود الخطيب، والنادي الاهلي احسن نادي في افريقيا، وان شاء الله ان شاء الله هناخد كاس العالم ان شاء الله. تقولي لكل اللعيبه ورساله مهمه قبل المباراه القادمه؟ ان شاء الله يقفوا الرجاله زي ما مشي النهارده ويكسبوا ان شاء الله 1-0 برضه ان شاء الله. مستمرين معاك يا كابتن ايمن، فرحه كبيره وفرحه مهمه جدا، الكل بيفرح النهارده مع فوز كبير ومهم جدا على الفريق الدحيل القطري. تقولي لعيبه النادي الاهلي الرجاله على ادائهم وفوزهم المميز جدا ده، وحابب تقولي للعيبه وموسيماني والجهاز الفني وكابتن محمود الخطيب اللي له دور كبير جدا هناك في قطر؟ طبعا الف مبروك للنادي الاهلي واللعيبه، اللعيبه كلها كويسه الحمد لله، وان شاء الله نعمل اداء كويس بالنسبه قدام فريق البايرن. بس في ملحوظه يعني في لازم دعم في بعض المراكز وخاصه مركز الاسترايكر، لازم مهاجم سوبر سوبر سوبر، لان طبعا حضرتك شفت الشوط الثاني كل الفرقه راجعه ورا، طب ليه طب ما احنا خلينا بنفس المستوى بتاع نفس الاداء بتاع الشوط الاول، ليه نرجع ورا في الشوط الثاني؟ بس شايف مباراه بايرن ميونخ اللي جايه ازاي، سواء النادي الاهلي فاز او لا قدر الله حصل اي حاجه، لكن ادائهم رجولي ويستحقوا الصراحه ان هم يكملوا في البطوله. انا بطلب من اللعيبه بس ان هم يلعبوا اللعب العادي بتاعهم وما يبقاش في رهبه قدام بايرن ميونخ، نطلع بمستوى كويس وباداء كويس بصرف النظر عن النتيجه. والف مبروك للنادي الاهلي. فرحه كبيره جدا اكيد يا كابتن ايمن، وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه في كل مره، جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي طول ما هم ورا فريق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي. مستمرين معاك يا كابتن ايمن، لحظه بلحظه وتغطيه خاصه من مقر النادي الاهلي بالجزيره وفرحه اعضاء الجمعيه العموميه بعد فوز النادي الاهلي على فريق الدحيل القطري. عوده ليك من جديد يا كابتن ايمن والاستوديو التحليلي. هو ده النادي الاهلي وهو ده جمهور النادي الاهلي، والفرحه في كل حته في العالم، يعني الفرحه جايه لنا من غزه، رابطه جماهير النادي الاهلي عامله افراح في الشوارع هناك، نسيوا كل حاجه وفرحانين بالمكسب اللي حققه النادي الاهلي النهارده. كابتن اسامه، من حق الجمهور يفرح طبعا، من حق الاعضاء تفرح، من حق الجهاز الفني يفرح، من حق اللعيبه بتفرح، ولكن كمل انت لكن دي لكن ايه؟ لكن احنا بمجرد طبعا بنبص طبعًا. ده ما فيش شك في كده، يعني النهارده كل الناس لازم تفرح، ويمكن الكباتن لخصوا الموضوع كله انك انت كانت الكبيره اللي انت كنت خايف منها انك انت تخسر من الدحيل لاسباب كتيره، خبرتك انت اكتر، تاريخك، كل يعني كل حاجه في صالح النادي الاهلي، جماهيرك اللي هناك اللي هي قاعده بعد ما اللعيبه ترجع مصر، الجماهير هي المستمره هناك، فكل الناس كانت متوقعة، فعشان كده الضغوط كانت كبيرة. لكن إن شاء الله مع البايرن مفيش ضغوط، لأنه أنت بتلعب بطل أوروبا، و
لينا امل كبير وحققنا فوز قبل كده على بايرن نفسه في السبعينات مع ريال مدريد في الالفينات مع روما من 3-4 سنين. يعني في نتائج ايجابيه قبل كده مع الانديه اللي احنا لعبناها، ليك امل. لكن على الاقل الناس فرحانه عشان الشرف الكبير اللي انت عديته دوت، وهتلعب مع بطل اوروبا والعالم ان شاء الله تحاول تكسب. واذا ما كسبتش بسبب مناسبه الماتش النهارده، وانت تقول عدينا ماتش النهارده، احنا قبل ماتش النهارده كنا تاني اكتر نادي لعب مباريات في كاس العالم بالتساوي مع ريال مدريد. بفوز ماتش النهارده هنوصل ل 15 مباراه ونبقى متساويين مع اول او اكبر نادي في العالم اللي هو اوكلاند سيتي، لعب مباريات زينا بالظبط 15 مباراه. الحمد لله، يعني النادي الاهلي طول عمره بيحقق ارقام قياسيه ويمكن بيكسر ارقام عايزين بس هو يفهم الجمهور ليه، لان النهارده كان الماتش رقم 13. لو ان شاء الله هنلعب مع البايرن يبقى ده الماتش ال 14 كده كده، سواء كسبت او لا قدر الله خسرت هتلعب الماتش رقم 15. فطبعا النادي الاهلي بيحطم كل الارقام القياسيه. يمكن في افريقيا احنا اللي بنحطم ارقامنا. طبعا دلوقتي داخلين على بطوله عالميه وبقينا احنا نحطم الرقم بعد مباراه او اتنين ان احنا هنكون اكتر نادي شارك في انديه كاس العالم. دي مش غريبه على النادي الاهلي. اما بخصوص النقطه اللي انت اتكلمت فيها ان النهارده اللعيبه لازم هتفرح والجهاز الفني ومن حقهم، لكن الماتش بتاع بايرن بعد 3 ايام، يعني صحيح. يوم الاثنين، النهارده الخميس ويعتبر خلاص دخلنا في الجمعه، يعني جمعه سبت حد، يعني كلها موضوع استشفاء. وواضح كمان من الـ الاداء في الشوط الثاني الناحيه البدنيه ابتدت تقع من بعض اللعيبه، وغالبا التشكيل غالبا هيبقى 90% من التشكيل اللي ابتدى ده غالبا كانت بدنيه ولا شدت الاثنين. الاثنين. ما هو انت ممكن تكون، انت خلي بالك انت هنا قبل ما تسافر لعبت مثلا بتاع حوالي 5 أو 6 مباريات، كل 3 ايام بتلعب مباراه، فممكن التعب ده كله بيجي يحل في وقت معين مع الضغط العصبي اللي على اللعيبه ان هي عايزه تطلع بالنتيجه. الاثنين مع بعض بيدوا لك الحاله اللي انت شفتها شويه في اخطاء في التمرير او عدم الضغط بشده، الاثنين مع بعض. انك انت ممكن تكون بدنيا تتاثر بالمرحله اللي كنت فيها في مصر، هنا مضغوط بكل 3-4 ايام ماتش، والناحيه العصبيه انك انت عايز تحافظ على المكسب عشان تعدي للمرحله اللي بعديها. فطبعا النهارده الناس خلاص هتفرح، ومن بكره هتلاقي قفل تمام. الاستشفاء بقى يبتدي والتجهيز لمباراه البايرن، لانه زي ما قلت لك غالبا حتى لو مستر موسيماني هيغير عنصر او اتنين في المباراه الجايه، لكن 90% من اللعيبه دي اللي هتلعب. صحيح. فحمل كبير عليهم. صحيح. بعد 3 ايام، وبايرن جاي مريح كمان مستنيك بكامل طاقته. انت لعبت النهارده، فهم كمان معروفين ان هم عندهم النواحي البدنيه، طبعا بيلعبوا في دوري كبير، واحد من احسن 5 دوريات في العالم مع الدوري الانجليزي والاسباني يعني الالماني تقريبا هو ثالث دوري في العالم، والايطالي كمان. يعني فطبعا لياقه بدنيه عاليه، تنظيم غير طبيعي، صرامه وجديه. يعني مكان، يعني عارف انت يمكن لو بتلعب فرق من اللي عندها هزار شويه اقول لك، لكن هم ما بيهزروش. يعني عايزين نقول كمان ان بدر بنون وحسين الشحات خضعوا لكشف المنشطات بعد المباراه. اتفضل كمان. فنتمنى ان شاء الله انه خلاص، طبعا واكيد ده الجهاز الفني هيعملها والبعثه كلها من اول الكابتن الخطيب هناك فاهمين القصه دي، من النهارده خلاص كله هيقفل والاستشفاء هيبتدي والتجهيز خلاص لمباراه بايرن، اللي نتمنى ان شاء الله ان احنا نأدي فيها باداء عالي، ونتمنى اكتر او نرجو من ربنا ان التوفيق يكون معانا ونفوز بهذا اللقاء، يعني ان شاء الله. بس نتمنى كل التوفيق لفرقه النادي الاهلي المرحله الجايه ان شاء الله. طيب هنروح لملعب المباراه ومعانا مداخله تليفونيه مع الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. الف الف مبروك يا استاذ طارق. مبروك يا كابتن ايمن، الف مبروك. معاك يا كابتن عايز بركهم كلهم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك طارق. مبروك على ما يقول. مبروك يا استاذ طارق. مبروك يا استاذ طارق. مبروك يا استاذ طارق.
كان معانا الكابتن هاني رمزي. الكابتن هاني رمزي لا مالش مالش كابتن هاني. معانا الكابتن هاني رمزي. مبروك مبروك لنا كلنا. مبروك كابتن هاني. كان نفسنا نكون موجودين معاك وهناك بصراحه. والله حادثه طبعا بس حادثه جميله يعني. الحمد لله ربنا فرحنا النهارده الحمد لله. كلمني عن دور جمهور النادي الاهلي النهارده في الملعب. جمهور عظيم. المدرجات كلها اهلاويه وتشجيع من قبل ما يعني الجمهور كلهم اللي موجودين وشباب ما توقفتش من قبل الماتش. امسح المنديل ده حاجه الحمد لله. ربنا كرمنا قوي الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. تغيير اللي عمله الجمهور من يوم ما احنا لغايه برضه ما بيجي بنروح التدريب قريب الفجر التدريب برضه الجمهور واقف في الشارع. اول ما جت جمهور الناس ده جمهور عظيم الحمد لله. حضرتك كنت متواجد بين الجماهير الشوط الثاني بالذات لما ضغطنا، كان الجمهور عنده ثقه ان النادي الاهلي هيعدي الماتش ولا كان في قلق جامد بين الجمهور؟ لا كانوا بيشجعوا بفايتر غير طبيعي. تشجيع اضواء تشجيع مش قلق اضواء تشجيع كلها. طب وحضرتك قلقت شويه الشوط الثاني ولا ما قلقتش؟ كان عندك الثقه دي؟ الحمد لله طبيعي طبعا اهلاويه يا باشا. واللي جاي ايه بقى اللي ممكن يحصل؟ عندنا الطموح ان احنا ان شاء الله باذن الله تنجيل مسموح لاي حد من ضمن الحاجات اللي يعني من الاسباب اللي ربنا لينا النهارده. تنجيل مسموح لاي حد ان هو يتكلم في الماتش بتاع فاير يعني لما نعدي النهارده. بعد كده بقى ان شاء الله بقى الصبح هتبدا الاستعدادات ان شاء الله للماتش بتاع فاير وربنا كريم ان شاء الله يعني باذن الله. طول ما احنا عايشين طول ما في امل وليه لا وليه ما نحلمش بكده؟ ربنا يجزيك ان شاء الله. باذن باذن الله رب العالمين. والف الف مبروك يا استاذ طارق. التوفيق بتاع ربنا الله يخليك. الف الف مبروك. ربنا يخليك الف مبروك ليك ولجميع الاهلاويه. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. كابتن هاني انا كمدير فني دور الجهاز الفني في الثلاث ايام اللي جايين دوره اكتر في التعامل النفسي مع اللاعبين وتهيئه الاجواء انك هتلاعب بطل اوروبا ولا الشغل اكتر هيبقى في الملعب؟ خلينا مش اللعيبه مش محتاجه موتيفيشن لمباراه البايرن دايما. المباريات الكبيره بيبقى الشغل النفسي ما بيكونش عليها كبير قوي لان طبعا كل الناس عارفه واللعيبه كمان فرحانين جدا ان هيلعبوا البايرن. ممكن يكون عمليه الاتزان عمليه ان انت تتكلم مع اللعيبه بشكل متزن. بنحترم البايرن لكن خلي بالك الاحترام بزياده قوي وعشنا كمان الكلام دوت عكسي بيدي اثر عكسي مزبوط. وبالعكس انت ممكن جدا يكون عندك توازن. بنحترم فريق البايرن لكن عندك طموحاتك عندك امالك. دخل نفسك في المباراه بشكل جيد جدا. التنشن زياده بيأذي وكمان الريلاكس زياده عن اللزوم بيأذي. فعمليه التوازن دي مهمه جدا جدا. خبرات اللعيبه موجوده اعتقد الجهاز الفني هيشتغل من النقطتين دول. النقطه الاولى اللي اتكلم عليها الكابتن اسامه ان عمليه الاستشفاء لازم تكون على اعلى مستوى لان شفنا ان في شويه تقل كده في اخر نص ساعه من المباراه. اعتقد ده جزء مهم جدا جدا. ما فيش اعتقد حاجات تكتيكيه هتتم او تمرين تكتيك غير على ممكن بعض الكرات الثابته. هم اكيد طبعا البايرن يعني اي حد ممكن يقول لك البايرن بيلعب ازاي يعني الموضوع مش صعب بالنسبه لك. كلهم عندهم خبرات عندهم نقاط قوه كبيره جدا. الدراسة البايرن مش صعبة لكن أنا في اعتقاد الجزء الأهم في الفترة اللي جاية أولا عملية الاستشفاء لازم تكون الريكفري لازم يكون على أعلى مستوى لأن البايرن عارفين ما بيهزروش وخاصة يعني الشوط الثاني احنا شفنا يمكن فيه شوية العامل البدني قل شوية. المباراة الجاية ليها حسابات مختلفة خالص على الشكل الفني وعلى الشكل البدني. فأهم ما يمكن عمله دلوقتي الاستشفاء عملية التوازن في الحالة النفسية للعيبة انك مش نازل فرحان قوي لدرجة خلاص يعني منبهر بالموضوع. لا انت كمان لازم انت شخصية النادي الاهلي ما تقللش من شخصيتك وان انت نازل مبهور بلعيبة البايرن وتتفرج عليهم. لا انزل واقف على رجلك عين بعين وداخل ملعب 11 راجل قدام 11 راجل لان النظرة برضو بالتعالي ديت هتدي الراجل اللي جنبك احساس ان انا هدوس عليك في اي وقت. صحيح.
بتحترم البايرن ونازل سعيد وفرحان انك هتعمل مباراه تاريخيه، مباراه كبيره جدا باذن الله على المستوى الفني يبقى فيه شغل، لكن كمان على المستوى النفسي التوازن، التوازن لازم يكون موجود. وزي ما انت قلت والكباتن طبعا كابتن علاء بيقول ليه لا، يعني كلنا طموحات ان احنا نشتغل بشكل كويس، وبتلعب بدون ضغوط، ودايما اللعيب اللي بيلعب بدون ضغوط بيطلع اكتر ما عنده وبيبدع وبنلاقي حاجات يمكن احنا ما نتصورهاش. فان شاء الله الامل موجود. لازم نشتغل كويس، لازم نركز كويس، لازم كمان نحترم، واكيد هنحترم البايرن بشكل مش مبالغ فيه. تحترم البايرن فرقه كوره بتلعب، فريق محترم، لكن انت كمان فريق محترم يعني. زي النهارده يا هاني، النهارده النادي الدحيل كان بالظبط محترمك جدا جدا جدا، بس اللي انا بتمناه مش احترام لدرجه انك تبقى الخوف. بالظبط كويس. بس وانا عايز اسال سؤال كده، هو سؤال لينا كلنا. هو يعني هاني كان بيقول وقت الاهلي نوعا ما بدنيا الشوط الثاني ما كناش كويسين، هو بدنيا ولا ذهنيا؟ ما انا بقول الاثنين يعني. ممكن يعني انا بقول مش بدنيا. هقول لك ليه، هقول لك انا ليه. ان انت هنا في هنا في مباريات كلها هنا في الدوري اسامه وعادل بتنهي يمكن، بس هاني كان اول مره النهارده معايا في الاستوديو، بتنهي دايما قوي جدا. مظبوط كويس بالظبط، خصوصا الاجواء في بدايتك احسن من الاجواء النهارده في قطر يا عادل، اجواء مثاليه في كل حاجه، حتى كان مش عارف مين كان بيتكلم على الجو نفسه. جو هايل، جو كوره، جو هايل، مفيش حاجه خالص، وملعب وجماهيرك، فانت كل الحاجات الخارجيه اللي بره الملعب موجوده. فبدني ولا ذهن النهارده؟ لا انا عايز اقول لك حاجه. اتفضل. هو ممكن الشوط الثاني انت طالع كسبان الشوط الاولاني، عايز تحافظ على المكسب. لا طالع كسبان مع اداء عالي جدا. مظبوط كويس. مزبوط. ممكن انا بس سؤال كده، مناقشه كده مننا. ممكن الاداء بتاع الشوط الاول ده كان بيتكلم عليه هاني خلاك نازل الشوط الثاني مريح شويه؟ لا، ولعيبه الكوره عامه ايمن لما بينزل المباراه بتضيع منه البدايه او في وقت عليه بيبقى حاسس ان الموضوع بقى بالنسبه له سهل، والموضوع بقى في المتناول، بيهدى مع التغييرات، من غير ما يحس. بالظبط. مع التغييرات اللي عملها مستر موسيماني، لا صبري كمان، صبري يمكن هم اللي وصلك لكده. مع برضه خد بالك انت جيت فتره في الاخيره انت قلقت، القلق ده بيعملك توتر شويه. مشدود. لا انت كمان عادل بيعمل لك القلق، بيعمل لك توتر حتى في حركتك، في تفكيرك، في ازاي، لانك انت لما تتفرج على نفسك وانت متوتر او انت قلقان تقول انا ازاي اتصرفت في حاجه زي كده، مع ان الطبيعي يا اسامه ان انت تبقى عادي جدا، ممكن الشوط الثاني كنت تعمله زي الشوط الاول بمنتهى الهدوء بمنتهى الجديه. ودي بانت يا كابتن علاء في الميز باص. بالظبط. الميز باص كتير عشان انت، ما انا بقول لك انت متوتر. بالظبط. اتكلم عليها فنيا. هي دي. لعيب الكوره دايما لازم يبقى ذهنك ده صافي. مزبوط. ايمن 90 دقيقه مش ال 45 دقيقه بس. مظبوط. طيب عموما نروح مره اخرى ونعيش اجواء الفرحه مع اعضاء اهلي مدينه نصر والزميل فاروق صلاح. اتفضل يا فاروق. التحيه بيك يا كابتن ايمن وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، فوز مستحق على فريق الدحيل والصعود للدور نصف النهائي لمواجهه فريق بايرن ميونخ الالماني. موجودين في فرع النادي الاهلي مدينه نصر بنرصد احتفالات وفرحه اعضاء النادي الاهلي. قول لي في البدايه، مباراه مهمه، مباراه تاريخيه للنادي الاهلي، واكيد في نجوم كتير للقاء، شفت اللقاء ازاي وتختار مين نجم المباراه؟ طبعا الماتش كان صعب جدا في الشوط الثاني. الاهلي بدا الشوط الاول لان هو بطل افريقيا، مسك الكوره ولعب حلو وقدرنا الحمد لله ان احنا نسجل هدف. الشوط الثاني يمكن العامل البدني اثر شويه، بس يعني التغييرات بتاعه موسيماني اثرت الحمد لله وقدرنا ان احنا نمسك الماتش كويس. الدحيل فريق كويس بس الحمد لله الاهلي طبعا بطل افريقيا وعودنا ان هو في المباريات الكبيره دي بيلعب كويس. من وجهه نظري نجم المباراه كان حمدي فتحي قبل ما يخرج، وكان بعد ما خرج حمدي فتحي بدر بنون عمل مباراه عاليه جدا الحمد لله. مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، عملنا مباراه كبيره جدا. الماتش الجاي ماتش مهم وصعب وان شاء الله نظهر بمستوى كويس جدا. عايز اروح لحضرتك، النادي الاهلي احترم فريق الدحيل، قدر يقفل على مفاتيح لعبه في الشوط اللقاء الاول وبعض اوقات شوط اللقاء الثاني. اكيد احترامك للخصم هو اللي يعني اللي ادالك الخطوه الاولى في هذا اللقاء. اكيد طبعا الاهلي احترم الدحيل جدا في الشوط الاول، والاهلي لعب كورته في الشوط الاول. احنا فوجئنا بس ان الشوط الثاني كان فيه تراجع شويه من فريق النادي الاهلي، فادى فرصه لفريق الدحيل انه يمسك الماتش. لكن فريق الدحيل فريق محترم، بطل الدوري القطري، وفريق بيضم عناصر متميزه، بس الاهلي كان قد اللقاء وعملنا مباراه ممتازه في الشوط الاول ومتوسطه لحد ما في الشوط الثاني، بس الحمد لله قدرنا نتوج النتيجه بالفوز ونوصل ان شاء الله ونلعب بايرن ميونخ يوم الاثنين ان شاء الله.
انا عايز اروح لحضرتك يعني. تعالي اتفضلي يا فندم. عايز اروح لحضرتك. انت كنت موجوده هنا في النادي من الساعه كام؟ يعني من ساعه الماتش ما بدا بالظبط. شفت اللقاء ازاي وتقولي ايه لعيبه النادي الاهلي وعندنا مباراه صعبه جدا امام بايرن ميونخ الالماني؟ لا طبعا انا بهنيهم على ماتش النهارده، بس معلش عايز اقول كلمه لفريق الدحيل، انا بروح قطر كتير وعارف اقول لهم بالطلب العرض جبنا الدحيل الارض، لان لاعب في لعيبه من الدحيل قالت انهم هيجيبوا الاهلي الارض. الاهلي عمره ما يجي الارض، ده اعظم فريق والكبير هيفضل كبير طول عمره. طول ما النادي الاهلي وراه جمهور زي حضرتك وزي جمهور النادي الاهلي دايما النادي الاهلي هيفضل فوق. اجمل جمهور واحلى جمهور في الدنيا كله هو جمهور النادي الاهلي. رساله بقى للاعيبه قبل مباراه بايرن ميونخ الالماني، اقول لهم ربنا معاكم وربنا يوفقكم، وطول ما ربنا معاكم خلاص ما تحملوش هم، يعني انتوا امشوا زي ما انتوا ماشيين كده وان شاء الله هناخد البطوله باذن الله. بشكر حضرتك باذن الله. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع جانب ورصد الانطباعات جماهير النادي الاهلي هنا في فرع مدينه نصر عقب فوز النادي الاهلي على فريق الدحيل والصعود لمواجهه فريق بايرن ميونخ الالماني في الدور نصف النهائي. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. عايزين نتكلم بقى فنيا عن احداث المباراه. نبدا بالشوط الاول، سيطره من النادي الاهلي ونسبه استحواذ عاليه جدا، ويمكن الكابتن هاني والكابتن علاء بين الشوطين قالوا كنا نتمنى ان النتيجه تبقى اعلى من كده. مظبوط، الشوط الاولاني واضح ان صبري لاموشيه كان قلقان قوي من فرقه النادي الاهلي. هو بيلعب كل الماتشات اللي فاتت قلنا 4-2-3-1 او 4-4-2، وكنا متوقعين ان ممكن يبدا زي ما نهى بالمعز علي مع كمان في البدايه ويلعب 2 ارتكاز عادي و4 في الخلف. هو واضح طبعا اتفرج على ماتشات النادي الاهلي كتير، واضح انه بالنسبه له الرؤيه النادي الاهلي انه يسيطر وبيعمل استحواذ كويس في نص الملعب، خاصه ان هم احنا قلنا في المناطق اللي هي العربيه غير مصر وشمال افريقيا ما عندهمش التحفظ الدفاعي قوي. مظبوط، يعني بتلاقي الكوره مفتوحه، يعني ما قلت لك انا نتائجهم كلها مثلا تلاقيهم كسبانين 6-8-4 وبعدين مغلوبين من السد 3 مرتين، مغلوبين من الـ الغرافه 3-0، يعني بيجي يعني الماتش بيبقى مفتوح. هو طبعا لما اتفرج على فرقه النادي الاهلي ابتدى بثلاثة ارتكاز في نص الملعب او 3-2-1، يعني 4-3-3 أو 4-5-1 احيانا في الدفاع. هو كان متخوف جدا الشوط الاولاني طبعا، واضحه جدا، والنادي الاهلي استحوذ تماما على اللقاء حتى نسب، رغم ان انا يعني ما بحبش الجا لدي بالمشاهده بتبان انه واضح جدا النادي الاهلي مسيطر خالص على الشوط الاولاني، ما عندهمش رغم الكثافه العدديه ان هم بيرجعوا بيقفوا، لكن ما فيش ضغط خالص في نص الملعب. النادي الاهلي بالنقل شغال بين قفشه والسوليه وحمدي ومعلول وديانج وشحات. كابتن اسامه، بايرن ميونخ منزل على تويتر @FC Bayern ار موعدنا الاثنين 8-2 مع الاهلي. طبعا دي حاجه لا شرف طبعا، شرف ان على موقع النادي كبير زي دوت بطل اوروبا ومن اشهر انديه العالم في تاريخ الكره من ساعه ما الكره اتعمل او نشئت او اتلعبت انه بيكتب على موقعه كده. ابطال بيتكلموا مع بعض هم قبل كده، خلي بالك في برضه لما خدنا بطوله افريقيا بعتوا لنا تهنئه. مفيش شك، انا بقول لك انت هو مقدر النادي الاهلي كويس جدا، عارف انه بطل افريقيا، اكيد النهارده اتفرجوا على فرقه النادي الاهلي، ممكن قبل كده ما كانوش بيتفرجوا بتركيز رغم انه الالمان معروف انه طالما داخلين بطوله اكيد حللوا النادي الاهلي قبل الماتش ده، بس اكيد بقى بيتابعوه بقى بالاحساس خلاص انه هيلعبوه بعد 3-4 ايام. فحاجه شرف انه بس مجرد تتكتب كده زي ما انت قلت كده ابطال قارات بتواجه مع بعض. مزبوط. فحاجه شرف لكل واحد ينتمي للنادي الاهلي. اتفضل. فبالنسبه للنادي الاهلي بقى قلت لك الاستحواذ كان واضح جدا،
هما ما بيضغطوش خالص في نص الملعب، وكانت واضحه في الماتشات اللي قبل كده. هو زود واحد في نص الملعب بارتكاز اللي هو بسام الراوي مع بضياف وعلي كريمي، لكن برضو ما قدروش يعملوا سيطره او يحافظوا على او يقللوا من استحواذ النادي الاهلي. فكان جيم او الشوط الاولاني وان سايد جيم او وان سايد بقى مش جيم اون سايد شوت يعني. جبنا جون صحيح. انا بقول في شك في كوره بواليا الهدف الثاني وكان ممكن كمان بشويه يعني تركيز اكتر كنا ممكن نخلص الماتش، كان هيفرق قوي الشوط الثاني. النتيجه لما وصلت ل1-0 طبعا الامور بقى اتغيرت. مزبوط. في الشوط الثاني وهو ابتدى يعمل تغييرات هجوميه وده صحيح. طبيعي صحيح. فالماتش اتعقرب شويه، لكن برضو منطقي انه انت بتلاعب بطل وفي على ملعبه مغلوب 1-0 بس، انه لازم هيجريك في اوقات وهيعمل خطوره في اوقات، لكن المهم ان احنا نهينا المباراه لصالحنا. يعني الكابتن اسامه كابتن هاني قال ان احنا ده حقيقي، ده حقيقي، ودي يمكن ميزه، يمكن اللعيبه لازم تعرف كده، ولازم الفرق الكبيره يعني لازم تلعب على النوك اوت. انت فريق فريق متراجع بشكل كبير، عنده مساحات في وسط الملعب بشكل كبير، متحفظ بشكل كبير جدا، كان لازم نخلق حتى فرص للتهديف. يعني حتى فرص التهديف ما اعتقد ما كانتش كبيره في الشوط الاولاني رغم التسيد، عندنا استحواذ كبير جدا يمكن من خلال احصائيات الشوط الاولاني 72% 341 باص ل 141 للضحيل. يعني كابتن هاني دي الصوره اللي حاططها البايرن، دي طبعا نوير طبعا مع قلبه والشناوي وعلي معلول، دي صوره برضو بتعكس مدى اهميه المباراه بالنسبه لهم، هم دارسين النادي الاهلي كويس. وصوره كمان يعني دي التويته الثانيه بعد التويته الاولى بعد وصول النادي الاهلي لكاس العالم للانديه، كانوا كتبوا للنادي الاهلي نلتقيكم ونراكم في قطر. دي التويته دي كمان صحيح. ده بقى المكاسب اللي اتكلم عليها كابتن ايمن، بعيد عن المكاسب الفنيه، انت بتتكلم على البايرن للمشجعين على مستوى العالم، ما تتكلمش على مستوى المانيا بس واوروبا، بتتكلم على مستوى العالم، ان تويته زي دي تنزل قد ايه الناس هتشيرها، قد ايه اسم النادي الاهلي متواجد على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم كله. وده بنتكلم على المكاسب خارج اطار المنافسات داخل المستطيل الاخضر، ان لا النادي الاهلي بقى في حته ثانيه، النادي الاهلي في مصاف البايرن وريال مدريد، بنتكلم على برشلونه، والناس ما تتريقش ان انا بقول الكلام ده، دي حقيقه، وان البايرن كمان بيحترم النادي الاهلي بشكل اكتر من رائع. فخلينا نرجع ان احنا نرجع للشوط الاولاني زي ما الكابتن اسامه قال، استحواذ رائع، عندنا 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 يعني مساحات كنا بنلعب فيها، وده يعني اللي كان مخلينا شويه ان لازم المباراه. وانت كابتن ايمن كنت متخوف ان لا الشوط الاولاني مش كفايه، ان احنا لازم نحرز الهدف الثاني، نتمنى نتعلم من الكلام دوت حتى على المستقبل القريب، ان احنا النادي الاهلي لما يكون عنده قادر على احراز هدف واثنين وثلاثه لازم يعمل المباراه ديت، مباراه كره القدم 90 دقيقه، وارد جدا جدا حتى من كوره ثابته، يعني ممكن جدا من كوره ثابته كان ممكن يجي هدف التعادل وهتدخل نفسك في مشكله ثانيه. صحيح. فخلينا نقول ان الشوط الاولاني من الحاجات التكتيكيه الكويسه قوي اللي انا شفتها ان هم كانوا مزودين وسط الملعب بثلاثه. فما لعبناش بطرفين ثابتين، يعني كان طاهر محمد طاهر مره ناحيه اليمين مره ناحيه الشمال، نتكلم ان هم كمان بيخشوا جنب والتر بوايليا بيطلع على الطرف شويه، فادى مساحات كويسه قوي لعلي معلول وقفشه. فالجزء التكتيكي زي ما الكابتن اسامه قال نجحنا فيه بشكل كبير، الشكل التكتيكي على مستوى الاستحواذ كان اكتر من رائع، كنا قادرين نخلق فرص كمان اكتر من كده، فرص للتهديف، لان ما تقدرش تقول في فرص حقيقيه، في ماسكين كوره بنعمل كوره شكلها حلو، لكن كمان الخطوره على المرمى ما كانتش بالمستوى المطلوب رغم احنا متقدمين. فده ده كان كفايه للشوط الاولاني، لكن الشوط الثاني اعتقد الامور اختلفت شويه، لكن اجماليا ثاني اجماليا لا المباراه خرجت في الاطار اللي احنا نتمناه، ان النادي الاهلي وصل لدور الاربعه وهيلعب امام البايرن، ده التارجت من المباراه. لكن الاخطاء هنتكلم فيها واتكلمنا فيها، في شويه توتر، كابتن علاء قال نقطه مهمه جدا جدا، ان ممكن ما يكونش بدنيا لكن بداوا يتوتروا، بدا فرقه الضحيل تخش المباراه، بدا يبقى في خوف ان المباراه يحصل فيها مشاكل، فبالتالي بدا في توتر، ميس باص بقى كتير،
والمشكله الثانيه انك بتخسر الكوره في مناطق خطر، انك بتخسر الكوره في نص ملعبك. محمد هاني شويه، عمرو السوليه شويه، حتى قفشة خسر الكرة شوية، يعني في المناطق، عارف المناطق اللي قدام مش طب مشكلة. طب دي كان سببها ايه؟ مع ان في بعض الاوقات ما كانش فيه ضغط ابدا من الفريق التاني. ما هو عشان كده الدحيل ضغط، ما هو الدحيل بيضغط عليك، ما هو مش خسران حاجة خلاص. لا قصدي ان في كور اتقطعت مننا وما كانش علينا ضغوط. توتر. انا توتر. انا شايف زي ما الكابتن علاء بيقول ده توتر، انك المباراة كانت انت عارف خلاص انت ضامن المباراة بشكل كبير، وده يمكن اللي قلنا خلي بالكم منه. وفجأة لقيت المباراة ممكن تروح منك، فبدا في عمليه توتر، في خوف. طالما اللعيب توتر هيعمل ميس باس كتير. الكوره مثلا اللي مثلا مروان بصحته لازم يروح بيها، مظبوط. فالتوتر ايه؟ فعايز يخلص من الكوره فلعبها لديانج، مع ان ديانج كان متقدم. فكل دي عمليه توتر. كمان عشان مروان هاني بعيد شويه، بعيد طبعا، حته البعد على الملعب دي عارف طبعًا. مش عايز ياخد، مش عايز ريسك، عايز يعمل المضمون. بس صحيح. في بعض الاحيان بتجيلك مواقف في الملعب ممكن ترجعك. هو بيقول للكابتن علاء ان هو بعيد بقى له فتره، ولكن في موقف بتحصل في الملعب والموقف ده كان فيه سهل، كان ممكن مروان هو يمكن خد قرار غلط، انما هو كان ممكن يكمل، كان ممكن يكمل، عارف لو ما كانش التوتر ده موجود. عارف لو ماسكين كوره وماسكين كوره والاستحواذ بتاعنا كان ممكن يزيد بيها وهيعمل القرار الصح. لكن التوتر اللي حصل والخوف ان الدحيل يخش المباراه تاني وهم عندهم استحواذ اكبر وعندهم بداوا يخلقوا فرص يا كابتن ايمن، صحيح، فرص خطيره، صحيح. فده بيدي انطباع لا في توتر، وبالتالي التوتر ده اتنقل ان انت عندك ميس باص كتير، والميس باص اداهم فرصه كمان انه يخلقوا فرص للتهديف. فدي المشاكل يمكن التكتيكيه. بعض التغييرات ممكن نتكلم عليها، كانت التغييرات مش في وقتها شويه، يعني طبعا حمدي فتحي كان لازم يخرج عشان الانذار، واخد انذار، لكن كان ممكن مثلا اشتراك كهربا، كان ممكن نشوف محمد شريف. التوتر كمان انا حاسس اتنقل شويه الموسيماني، فبدا ينزل اكرم توفيق، محمد هاني ما كانش واقف على رجله، فالامور دخلت كل دوت. انا في اعتقادي الشخصي ان بدانا الشوط الثاني غلط يعني. بس انا عايز اقول لك حاجه، يمكن الشوط الاول البدايه بتاعتنا كانت مختلفه شويه عن الشوط الثاني زي ما حضرتك بتقول، يعني احنا بدانا ضاغطين من فوق، ضغط عالي، الدحيل ضغط عالي من بدايه المباراه. هم عملوا كده الشوط الثاني بالظبط كده، يعني هم عملوا كده معانا يمكن التاني. بعض اهي يعني بص طبعا يعني ده في بدايه المباراه، خلاص الخطوط متقاربه جدا، ما عندناش مشكله خلاص، ما فيش مساحات زي ما بتتكلم ما بين كل لعيب، دي المسافه يمكن كمان ممكن تقل 17 ل 20 متر في مناطق مثلا ما بين الديفندر والباك الشمال لو ده علي معلول، المسافه 10 متر، كل ده ما بيديش مساحات كافيه ان للحركه. صح. وكل ما بتقطع الكوره بتلاقي واحد زميلك جنبك، دي عمليه الضغط خلاص يعني، خلاص بنقرب، الفرقه كلها بتميل، زي ما شايفين حتى الازرق دلوقتي كله بيميل ناحيه الكوره، في ثلاثه وراهم ثلاثه، ده شكل المسافات قريبه بينهم. يعني ما فيش ضغط عالي دلوقتي، لكن هو دوت كله ما بتديش مساحات لفريق الدحيل، والمسافات قريبه ما بين الخطوط. القصه دي اختلفت الشوط الثاني شويه. اختلفت ليه؟ لان حتى وانت معاك الكوره بتخسرها بسرعه، فوانت بتخسر الكره اكيد الناس بتطلع، ففي مساحات هم قدروا يستغلوها. فعمليه دي اسمها عمليه الترحيل، يعني صحيح. عمليه الترحيل كانت عمليه مميزه جدا الشوط الاولاني، لكن الشوط الثاني يعني كان في بعض الاخطاء على المستوى التحرك داخل الملعب. نقطه كمان يا ايمن، اتفضل يا كابتن. هاني بيتكلم على تغيرنا احنا الشوط الثاني. الدحيل اتغير الشوط الثاني، صح يعني طبعا. هو طبعا احنا عملنا كده، لكن خد بالك فريق الدحيل اتغير تكتيكيا واشتغل. حتى بدا يضغط عليك من قدام. مع هو قال لك 1-0 انا في المباراه. ايوه. وقال خلاص يعني هو عمل مجازفه. ايوه مظبوط. بس اللي ساعده في المجازفه احنا. ادائك الشوط الثاني ما كانش الشوط الاول. انت عارف لو الشكل ده انت شوط زي الشوط الاول يا هاني، انت المفروض المباراه دي كانت مظبوط عملت فيها سكور عالي جدا. بس مزبوط. انت المشكله ادائك الشوط الاول اختلف تماما عن الشوط الثاني في كل حاجه على فكره. ايوه في وقفتك، في التكتيك بتاعك، في كميه التمريرات المقطوعه. صحيح. وكنا كنا في بدايه الاستوديو خالص ايمن قلنا الدحيل مشكلته هيسبب لك مشاكل لو انت اخطات في الباص، صح، في التمرير، يعني كل فرص الدحيل، وده اللي حصل الشوط الثاني. الشوط الثاني مش يعني مش تفوق من مش او مهاره وسامه او مثلا اخطاء من في او في تكتيك تعمل، لا هي بس انت اخطائك واخطاء في نص ملعبك، في نص ملعبك انت كمان، عشان كده دايما كانت بتبقى عندنا مشكله. يعني احنا الشوط الاول احنا ما شفناش الشناوي، مظبوط. الشوط الاول الشناوي مش موجود، مظبوط. لا الشوط الثاني ما شفناش صلاح، ما شفناش طبعا للاسف يعني. صحيح. يمكن مستر موسيماني بعد الماتش اعرب عن سعادته بتحقيق الفوز،
وهنا اللعيبة وهنا مجلس الإدارة وهنا الجماهير، ولكن قال إن المباراة الجاية هنستعد لها من بكرة ومحتاجة تركيز شديد جدا جدا جدا. وكذلك محمد الشناوي أعرب عن سعادته بعد الماتش وهنا اللعيبة وهنا الجمهور، وقال إحنا بدأنا الشوط الأول بتركيز عالي جدا، ولكن الشوط الثاني يمكن قلنا شوية، التركيز قل شوية، والدحيل ما كانش عنده حاجة يبكي عليها، التغييرات الشوط الثاني مع بعض الـ زي ما قال الكابتن علاء ممكن البدني عندنا وقع شوية في الشوط الثاني. الكابتن علاء قال مش بدني، ولكن كان في شدة، اللعيبة كانت يعني خايفة تعمل أخطاء، ولما تبقى خايف قوي بتعمل أخطاء، لما تبقى خايف قوي ومركز زيادة عن اللزوم وعايز الكرة تطلع من رجلك صح تروح لعبها غلط، وده اللي حصل الشوط الثاني وشفناه الشوط الثاني، لدرجة زي ما قال الكابتن علاء إن معظم، والكابتن هاني برضو قال معظم الهجمات اللي اتعملت الشوط الثاني علينا من صنوعنا احنا، ما كانتش يعني حاجة مثلا تكتيكية عالية قوي من الدحيل، أو هم مثلا ماسكين الكرة بادئين هجمة منظمة من ورا لقدام، لا كانت معظمها، ويمكن الكابتن هاني كان ماسك ورقة وقلم بيعد الميس باس بتاعنا أو الكور المقطوعة مننا في نص ملعبنا حتى منهم بدون ضغوط، فكنا بنعمل هجمات الشوط الثاني علينا. فهو الشناوي قال الحمد لله على المكسب، والماتش الجاي مع منافس قوي إن شاء الله هنستعدله من النهاردة، وبإذن الله نقدم عرض جيد مع أبطال أوروبا. الشناوي كان عايز قال اتمنى اقابل نوير، فخلاص قبل المباراه على فكره، وسعيد جدا كمان ان هو ما دخلش فيه جول النهارده. كابتن عادل ندل على السلام. الله يسلمك يا كابتن عادل، والله وحشتنا. الحمد لله. اتفضل. البدايه سؤالين شاء الله. خلي بالك اتوبيس الاهلي بيتحرك. اتوبيس الاهلي بيتحرك. كابتن عادل البدايه بتاعت النادي الاهلي كانت 4-2-3-1 تمام، واحنا كلنا اتفقنا ان المفروض هو يبدا كده تمام. كان عندك تحفظ بعض الشيء على البدايه؟ ايه بقى؟ لا كان التحفظ بديانج بس اللعيبه بس مش بطريقه اللعب. طريقه اللعب ممكن ما تغيرهاش، لكن ديانج انت تشتغل بيه. بعدين خد بالك يا كابتن ايمن، مفيش حاجه اسمها طريقه لعب واحده. أي. الناس بتخطأ في الأمر ده. كرة القدم مش كده. هل أنت وأنت بتهاجم 4-2-3-1 ولو أنت بتدافع 4-2-3-1 ده مسمى. لكن أنت وأنت بتدافع ليك مجموعة دفاعية، وأنت بتهاجم ليك مجموعة هجومية. كويس. ومجموعة دفاعية بتساند الهجوم، ومجموعة هجومية بتساند الدفاع. كويس. بس الشكل الأساسي ليك السيستم فورميشن يعني. بالظبط. لكن خلينا بس نتكلم في أمر مهم قوي. أنت تاني شوط. لا خلينا في أول شوط الأول. ما أنا هبدأ بالأول عشان أرجع لك للتاني عشان أرجع لك للأول. لا المفروض تبدأ بالأول. لا لأن التاني عندي مشكلة كانت فيه. طب ما تقول الأول بعدين ترجع للمشكلة في التاني. لا يعني المشكلة إيه هي؟ قول. على حمدي فتحي. الموضوع بتاع حمدي فتحي. أنا كنت أتمنى إن حمدي فتحي ممكن يخرج بين الشوطين. ليه؟ طالما أنت خايف من الإنذار. فكان يجب اللي انت تغيره بين الشوطين. هتبقى كاشش في الملعب قصدك. لانه لعب 7 دقائق. ممكن يكون ال7 دقائق في نص الملعب ما فيش ضغط قوي خلاه الدحيل ممكن يرجع في اللعب. وكان خدهم ديانج من اول الشوط الثاني. ولو كان خد ديانج تسخين كويس ربع ساعه بين الشوطين وبدا كان ممكن انت ما تخليش وجهه نظر. ووقع منك شوط تاني من البدايه. يمكن موسيماني كان بيفكر او كان متخيل ان بدايه الشوط التاني هتبقى زي الشوط الاولاني، لان الشوط الاولاني ما كانش فيه ضغط كتير وحمدي فتحي كان بيلعب مرتاح الى حد ما، فممكن يكون هو كده. لكن الطبيعي جدا ان تخلوني اكمل. لا ما انا زي ما انت بتقول عادل هديك يعني. الطبيعي جدا زي ما الكابتن عادل قال لو انت هتخرجه كنت خرجت الشوط الاولاني يعني ما بين الشوطين. يعني بص يا كابتن ايمن سيبوني بقى اتكلم براحتي شويه. براحتك براحتك. طيب دلوقتي انا عايز اقول لك انه الشوط الثاني في البدايه انت ممكن بلعبه ولا اتنين تجيب الثقه لفرقتك، وممكن بلعبه وحشه منك او اتنين تقلل الثقه عند فرقتك. فدي كانت المشكله بتاعت الشوط الثاني. اقول لك حاجه، الدحيل ما عملش حاجات كتير قوي، انت اللي كنت بتديهم الكوره.
يعني هم لو عمل واحد واثنين وثلاثة زي ما احنا عملنا الشوط الأولاني أقدر أقول إن هم كانوا كويسين. صحيح. لكن الفرقة ما تبقاش كويسة، أنت اللي بتديها الثقة دي إنها بتعليها. صح. بمعنى يعني عايز أقول لك إيه، لما بتيجي أنت كلاعب بتدوس عليهم الشوط الأولاني بلغة الكورة زي ما حصل الشوط الأولاني، عشان كده أرجع لك بقى، بدأت بالشوط الثاني أرجع لك الشوط الأولاني، أنت ولا اديتهم مساحة، التحرك بتاعك من غير كوره كان هايل، رقم اتنين. رقم تلاتة الباص مظبوط 100%. رقم أربعة كنت مرتاح شويه بدني، كان في هدوء لا وكان في هدوء كمان، اللي كان عامل لك الركيزه العاليه قوي بدري بنون بيطلع الكره سليم قوي هو ايمن اشرف من تحت. الحاجه التانية المهمه انت قافل مفاتيح الدحيل، فكل كوره اول ما بيستلموا انت بتضغط عليه وبتاخد الكوره في نص ملعبك. ده الشوط الاولاني عملت العكس الشوط التاني ليه؟ علشان انت بدات في الميس باص اللي هو التوتر اللي قال الكابتن علاء، اللي قال كده بقول لك كان فيه هدوء في الشوط الاولاني فكانت الغلطات قليله جدا. الحاجه الثانيه بقى المهمه اللي عايز اقولها لك، انت اتغيرت عن المباراه اللي قبل كده. انت اللعيبه عكست اللعيبه طول الوقت كانوا بيخافوا من اهدار الاهداف الشوط الاول. خد بالك انت الشوط الاولاني ما جتلكش الا كوره حسين، وكوره حسين اللي اتعطلت مع اللعيبه وراحت عند طاهر، الكوره ده علي معلول الولي اللي هو الجول وعلي معلول بتاع الجول ده. انا عاوز اقول لك حاجه، الجول ده انا شايف يعني الفار دايما عاوز اقول لك عنده مشكله شويه في بدايه اللعبه امتى ونهايتها امتى، فممكن تكون انا يعني شاكك فيها شويه، مش بنقول ان هي جول. اوفسايد ولا مش اوفسايد؟ لا بقول ان الكره جول. ايوه اوكي، الكره جول رسمي. أيوة يعني انا من وجهه نظري انا اول ما شفتها قلت جول رسمي، ممكن يكون الفار من قبل الفار، ممكن يكون الفار اتاخر سنه في حته ان هو الكره وهي تطلع من رجله امتى. انت خلي بالك من النقطه دي مهمه جدا. ولكن بغض النظر عن الفار احنا مش هنتكلم فيه، بس احنا خلينا نتكلم في امكانيه ازاي انت كنادي اهلي حافظت على الجون، ودي حاجه كويسه. حافظتها بمحمد الشناوي طبعا. ودي حاجه كويسه قوي. صحيح. محمد الشناوي كان هادي جدا. صح. رغم ان الكوره يعني كان في كوره الشوط الاولاني اللي طلعها بالبوكس، الشوط الثاني اللي مسكها وحاول يمسكها الكور. خلي بالكم يا كابتن، الكوره التكنولوجيا زادت فيها الكوره نفسها. تعرف ان الشركات بتفكر في حاجه مهمه قوي، ان ازاي تخدع الحارس. ايوه، ازاي تخلي الجلد نفسه ما يوافقش ان الجون يمسكها. حتى في العالم كله بعض الاجوان بتلعب الكره بالبوكس وبتشتغل. كابتن عادل معانا اهو، بمناسبه انك بتتكلم عن الشناوي، ايمن اشرف وجائزه النجم المباراه. عايز اقول لك حاجه، الله عليه. اولا امكانياته بيلعب عليها قوي، بيحسن من نفسه قوي، اخلاقياته عاليه قوي، ما بيعملش مشاكل خالص. صحيح. عنده عمره ما كان اقل من 6 من 10، 7 من 10، وطول عمره كده. أيوة. وهو لعيب كويس، وخلي بالك في بعض الاوقات كان ماسك مين. كان ماسك اولونجو، وبعدين محل بالك لعب عليه مونتاري برده طويل، ولعب عليه قبل كده في المنتخب. ايمن لعب عليه، يمكن انا كان في تليفون بيني وبين ايمن قبل ما يسافر، كنت بقول له على اللعيب ده، طوله 193 ايمن، قال لي انا عارفه اتفرجت عليه شويه. عاوز اقول لك انه ايمن اشرف يستاهل فعلا انه يكون افضل لاعب في الملعب. أيوة. يمكن احنا لو فاكرين الكباتن في الاستوديوهات قبل كده احيانا كنا بنقول نفسنا ندي لايمن، اديناله مره واثنين، لكن ايمن كان كل مره بيسارع الناس على انه يبقى نجم المباراه. ايمن قعد 3-4 مرات احسن لاعب في كان ساعتها علي معلول تفوق عليه حاجه بسيطه لو فاكرين. ولكن انا شايف انه النادي الاهلي الشوط الاولاني والشوط الثاني الفرق ما بينه وما بين ان النادي الاهلي وصل في الشوط الثاني. انا مش دعوه بالاداء بقى في الشوط الثاني قد ما انا ليا دعوه ان انا اتحفظ علشان اشتغل للمباراه القادمه. والمباراه القادمه الكباتن قالوا كلمتين عليهم عجبني قوي، بس انا هضيف كلمه واحده على مباراه الباير. احيانا الفرق الكبيره عشان تواجهها كويس نزلهم ليك، ما تطلع لهمش انت، لو طلعت الامكانياتهم دي مهمه جدا. بمعنى أنا بمعنى ان انا لما اجي العب الباير افسد له لعبه، اوصله لعبي وليس لعبه هو. الباير بيلعب بسرعات، بيلعب بقوه، بيلعب بانطلاقات للامام، انا عايز اهدي المباراه. طيب معناها ان انت اكيد قدام البايرن هتغير طريقه لعبك. ما هو ده لازم تغير طريقه لعبك. انا مبدئيا
انت لازم تعمل حسابك على اني لازم تبعدهم عن المنطقه بتاعتك، بس مش هتلعب الملعب كله فاتح. طيب. انت لازم تلعب في اخر 30 يارده زي كل فرق العالم. البايرن لما بيجي لعب اقل فرقه في الدوري الالماني بيديهم ال 30 يارده، الا بيعمل ضغط احيانا وبيعمل رجوع احيانا، لكن انت انا من وجهه نظري ان انت لازم تقابل في الاخر في اخر 30 متر زي ما بيعملوا اللعيبه علشان ما تديهمش المساحات بتاعت السرعات والقوه. حاجه تانية مهمه يا كابتن ايمن، هم ارتاحوا اكتر منك، هم ممكن ما يكونش لعبوا ماتش اخر ماتش مع هوفنهايم من 30 من كم يوم يا كابتن؟ يوم 30 3 ايام يعني هو مرتاح عنك. 4-1 انت لعبت مباراه اكتر منهم في الوقت ده، فانت الاستشفاء بتاعك هتشتغل فيه كويس. فاتمنى ان انت تبوظ له لعبه او تبوظ تكتيكه او تجرجره للعب الابطا، ما تخلوش يلعب اللعب السريع بتاعه. واحيانا احنا او ما تدوش الحته اللي هو محتاجها، الحته اللي هو محتاجها اللي محتاجها البايرن. بتتكلم على مساحات، بتتكلم هم عندهم طبعا هنتكلم بالتفصيل يمكن بالزبط. بس الحاجات اللي عندهم الرباعي اللي قدام دوت وجهه نظري. نعم واخد بالك من وجهه نظري طبيعي. انا إيه؟ متفق معاك انك اللي هي انك اوعى تجاري او انت يعني انا خدت على كده، يمكن انا لعبت فرق كبيره اكبر مني كتير قوي ما كنت بعمل كده. لو جريتهم هيتعبوني. مظبوط مظبوط. فبعمل ايه؟ انا بجرجرهم للعب. ويمكن دي كانت رحمه الله عليك كابتن جوهري، كان بيعلمها. محمود الجوهري عنده نفس المدرسه دي كده. وانت كمان انت اكيد هتدرس. وهم عندهم عناصر مهمه جدا، خاصه الرباعي اللي قدام. بتتكلم على ليفا مولر، بتتكلم على جنابي، بتتكلم على ساني، بيلعبوا 4-2-3-1 في وقت من الاوقات كتيره جدا. تحتهم كيميتش، عندهم ألبا، ديفيد ألبا، عندهم عناصر كتيرة جدا. لكن وانا بتفرج على الدوري الالماني اللي بيعمل مشكله للبايرن ان هو الفرق اللي بتشتغل في ال 20 و25 متر بتشتغل كومباكت. دي اللي بتسبب له مشكله، لانه عندهم سرعات كويسه. أيوة جدا. ايوه ضيق المساحه، ضيق عليهم المساحه، بوظ عليهم اللعب. خلي بالنا كمان من اكيد هنخلي بالنا من ليفا، ده طبعا احسن لعيب في العالم على مستوى راس الحربه. هنيجي للكلام لبايرن، بس عادل بيتكلم في نقطه مهمه، انك ما تدلوش او حاول تجرجره لطريقه اسلوب لعب هو مش متعود عليها. مش متعود عليها. صحيح. بجانب طبعا يعني قفل جانب الروح يا كابتن هاني مهمه جدا. دي روحهم اقول لك حاجه، هم الالمان طول عمرهم يعني. طول عمرهم روحهم عاليه وكل حاجه من البايرن. لكن انا عايز اقول لك ايه، الامل والعاوز اقول لك الطموح والامل بتاعنا اعلى. انت محتاجه اكتر منهم. هم ممكن احيانا احنا لما كنا بنتساءل، معلش ابعد عن الموضوع بس اديكم مثل بس في دي ماشي. يمكن تفهم اللي انا عايز اقوله يا كابتن اسامه. انا عاوز اتكلم على ايه. فاكرين لو انتوا 2006 و2008 و2010 لما كنا بنقابل كوت ديفوار، كنا بنقابل افضل فرقه في العالم بتلعب في اكبر انديه العالم. ولكن في اوقات انت كمصري طموحاتك كنت اعلى منهم. هم مش هيرجعوا لبلدهم. انت فاهم انا بتكلم عليهم كلاعيبه. لا 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 بتكلم عليهم كلاعيبه. لا لا انا بتكلم على ساحل العاج، انا بتكلم على كوت ديفوار. انا بتكلم على مش على الالمان. مش هيهزروا. انا ما لا بس انت هم ما بيهزروش. بس انت برضو طموحك ان انت تقابلهم اكتر. دائما مش عاوز اقول الاقل والاكبر. ايوه انا عايز اقول ايه، دائما الفرقه زي ما انتوا قلتوا في بدايه كلامكم وانتوا حليتوا الموضوع. انت قلت في كابتن علاء كان بتبني الفكره دي في البدايه ان الاهلي ما عندوش حاجه يبكي عليها، صح يا كابتن علاء؟ قلت كده ان الاهلي ما عندوش حاجه يبكي عليها. هي دي الفكره. هي دي الفكره بتكمن في كده. انت لما يجي النادي الاهلي بيلعب اي فرقه في مصر ايه اللي بيحصل؟ الفرقه بتقول انا بخسر وهخسر من الاهلي، لكن لو كسبت او تعادلت هعمل رقم كبير. مش اي فرقه. في ناس برضه عندها طموح انك يعني تنافس وتبقى جد بالنسبه لك. لا في مصر لا، في مصر لا، في مصر لا، لا في مصر لا، في مصر كله باي فرقه بتلعب النادي الاهلي عايزه تتعادل معاك، ولو كسبتها يقول لك ده العادي بتاعنا حتى المنافس. الميزه في الميزه ان شاء الله مباراه الاهلي وفاير. انت في عندك حاجه في ايدك كويس قوي، انك مفيش ضغوطات. الضغوطات كانت على ماتش النهارده. ايوه كل الضغوطات كانت النهارده على المباراه النهارده. طبعا بجهازك بلاعيبتك جماهيرك عندها ثقه فيك ان انت هتعدي. لكن هي. انت بتلعب 90 دقيقه انت مش ضامن. يعني انت مدير فني بتعمل طريقه لعبك
وكل حاجه وتحط التيم المناسب وكل حاجه وخلاص تقعد بره يا عادل. اكيد طبعا. بتطلب حاجتين بس في اليوم ده، انك اللعيبه تنفذ اللي انت عايزه وتبقى ده يومك النهارده موفق. اللي هو التوفيق ده كمان حاجه مهمه جدا في زي هولندا قول لو فاكر زي هولندا. طبعا طبعا كنا موفقين احنا قوي. ايوه يعني انت بتطلب التوفيق، ان التوفيق ده مهم جدا النهارده. اتفضل معانا على الشاشه وصول لعيبه النادي الاهلي للفندق المباراه او الفندق اللي عليه. طبعا هي طبعا حاجه مش حلوه، لكن حته كمان الكورونا دي يا ايمن قافل على لعيبه النادي الاهلي بعيد عن احتفالاته خلاص. يعني مجرد دخولهم الاوتيل النهارده الموضوع انتهى تماما. صحيح. خلاص انت النهارده ركز في اللي جاي. اي بالظبط، النهارده اكيد وجبه العشاء راحه كويسه قوي. وخلاص انت انقطعت تماما عن الشارع بره. ودي على فكره نقطه مهمه جدا. الجماهير تفرح براحتها زي ما هي تحب طبعا، ودي من حقها. لكن انت بتركز في المباراه القادمه. مزبوط. اللي هي زي ما بقول لك مفيش ضغوطات، لكن انت عندك حاجه مهمه قوي. انت اسمك النادي الاهلي برضه. مظبوط. اسمك النادي الاهلي، هتلعب باسمك بلعيبتك، روحك جامده جدا، وبتلعب على 90 دقيقه مفيش حد عارف ايه النتيجه. ايمن خالص مش مضمونه مباراه كره القدم، مفيش حد يعرف نتيجتها. مزبوط. لكن دايما بنزل الملعب انا عندي حاجات انا مالكها كلاعب كوره، عندي ان انا ادي اقصى حاجه عندي. روح بالسما اللي بيتكلم عليها عادل، لو عادل بيتكلم على حته ايه انتخابات، وعادل عايز يقول ان انت دايما عشان انت عندك حته ان انت في بلدك وحته الوطنيه عندك عاليه قوي. أيوة. هو اللعيب البروفيشنال بيلعب ويسافر ما بيرجعش بلده. أيوة. لكن انت في البلد فانت يهمك جماهيرك ويهمك تأدي حاجه كويسه. صح. بالظبط النادي الاهلي نفس الكلام، بس حاجه تخص النادي الاهلي وجماهيره. ايوه لعيبه النادي الاهلي متاكد منها هتأدي اقصى حاجه عندها. صحيح. ماليش حتى الفروقات اللي اتكلم عليها هاني، وطبعا يعني كره القدم فيها طبعا فروقات كتيره جدا، لكن دايما انا بتساوى مع هاني مع عادل مع اسامه معاك في حاجه واحده بس، روحي في الملعب وادائي. ايوه حته الامكانيات دي لو انا ممكن روحي اعلى منك. أيوة. امكانياتك ما تبانش. صح. زي النهارده اللي حصل في الشوط الثاني. مظبوط. انت نوعا ما قلقت فالامكانيات راحت، مش ده الشوط الاول اللي لعبه النادي الاهلي. مظبوط. ودايما يا كابتن علاء الماتشات الكبيره اللي ممكن بتلاعب على الورق المستويات الفنيه الاعلى يعني هم شقين ويتعلمناهم ان في اخطاء صغيره واخطاء كبيره. وارد في كل الماتشات في العالم في اخطاء، بس في اخطاء صغيره بتتدارى، يعني اخطاء أي. صغيره بوزيشن شويه ميس باس مرتين ثلاثه ده الاخطاء الصغيره، لكن في اخطاء كبيره على المستوى على مستوى مثلا الدفاعي او على مستوى السردباكين او على مستوى ان مفيش فاتحين الملعب بشكل كبير. اخطاء كبيره دي مش مطلوبه في الماتشات الكبيره. لان الفرق الكبيره مستنيه الحته دي. صحيح. مستنيه انك تغلط الغلط الكبير. صحيح. الغلط الصغير. صحيح. ممكن يتدارى او ممكن يتلحق. صحيح. لكن الفرق الكبيره بخبراتها ممكن جدا ما تحسش بخطورتهم الا لا لما تغلط غلط كبير على طول. مزبوط. العقاب بيكون سريع على طول. صحيح. الجزء الثاني على المستوى الهجومي انك الماتشات الكبيره انت مش محتاج فرص كبيره علشان. صح. تجيب اهداف. صح. فكل فرصه تجيلك المفروض تستغلها بشكل كويس. مزبوط. هم دول الجزئين، غير طبعا الكابتن علاء اتكلم عليها والكابتن عادل ان عمليه الروح وعمليه ان بدون ضغوطات وكل حاجه، لكن الجزئين دول مهمين جدا. الفرص اللي تجيلك لازم تحققها او. صحيح. تستغلها لانها مش هتجيلك فرص كتير. مزبوط. وبالتالي كمان الجزء الاخر ما يبقاش فيه اخطاء كبيره. أيوه. الاخطاء الكبيره ديت مع الفرق الكبيره بتستغلها. البايرن هيلعب بكره على فكره. لسه عنده ماتش بكره. عنده ماتش بكره. هيلعب ماتش بكره وبعدين في المانيا. وبعدين يجي على وبعدين اصل يعني بالنسبه لهم عادي. هم بيلعبوا الاسبوع الاسبوع. كان عندك تعقيب يا كابتن اسامه على الكلام اللي قاله كابتن هاني وكابتن عادل؟ لا انا بتكلم انه ما فيش شك ان طموح النادي الاهلي كبير جدا جدا جدا، بس احنا كمان بنلاعب فرقه كبيره. هتلاقي يعني الالمان بالذات ما عندهمش شويه حته الميوعه. أيوة. يعني ايوه الميوعه والتراخي يعني تملي عندهم جديه. صحيح. فانا اعتقد من التويته اللي هم بعتينها من الكلام اللي اتكلموه قبل كده على النادي الاهلي مش هيبقى الماتش بيتلعب فيه دلع. ولذلك انا بقول انه الاستشفاء اللي هيتعمل للاعيبه النادي الاهلي والكلام معاهم في مجريات ال 90 دقيقه اللي هتحصل، وكمان بدايه اللقاء في الفرقه اللي هتبتدي والاحتياطي الخمسه او الاربعه على الاقل اللي هيكون لهم دور كبير، ازاي اداره المباراه في ال 90 دقيقه دي تبقى موجوده مع فرقه بايرن، لان الجزئيه اللي حصلت في اخر 25 30 دقيقه النهارده يمكن احنا قلنا حته الخوف على المكسب حته التوتر
التملي هم بدنيا لانهم بيلعبوا في مستويات الدوري الاوروبي او الدوري الالماني في كميات الاحتكاكات والجري والنواحي البدنيه اكتر. فاتمنى ان شاء الله ان اداره المباراه واللعيبه تكون جاهزه انها تقدر في التسعين دقيقه تبقى برتم واحد. يعني احنا مش عايزين نبقى زي النهارده كده اللي هو شوت هايل وشوت اقل كتير. يعني مع المستويات الكبيره مختلفه يا اسامه. الايه الموضوع يبقى مختلف عشان المستويات الكبيره بتقول عليها انت دي. ما هو صح. ما انا ما بتكلمش. وانت مفروض كمان انك قلنا الضغوط اللي عليك مش هتبقى زي ماتش الدحيل. الدحيل انت كنت لازم تطلع بالمباراه. يعني كان مش هقول عيب لكن دي كره قدم وممكن تخسر. لكن هم اللي اقل يعني منك. لكن انت الحته النفسيه انك انت هتموت نفسك انك تكسب البايرن. بس لا قدر الله لو خسرت حتى نفسيا الجماهير او العالم كله مش هيبقى عليك انت اللود اللي انت خسرت من بايرن. لكن المهم ان ال90 دقيقه تؤدى بنفس الليفل في الاداء. يعني ما صحيح. يبقاش في او ما تنزلش وتطلع. ايوه توازن كبير قوي. توازن المفروض هو مش هنجري كتير اكتر من المباراه دي. خلي بالك من دي لانك انت هتعمل المفترض انك هتقفل نص ملعب هتلعب في 30 يارده جريك كده. مش عارفين نلعب ازاي على فكره. انا بقول والله بكلم على فعلا بكلم جد. انا وجهه نظري انه لازم يلعب كده لانه ما تديهمش فرصه على فكره. أيوة. ان واحد ضد واحد في مساحه كبيره. على فكره انا بقول ممكن يلعب بالثلاثي ديانج وسوليا وحمدي فتحي في نص الملعب ويستغنى عن واحد من الرباعي اللي قدام. هنقولها دي يا كابتن حسام. بس هنروح للتغييرات اللي حصلت الشوط الثاني. واكيد التغييرات دي اثرت على الاداء سواء الدحيل او النادي الاهلي. كابتن علاء التغييرات بالنسبه للنادي الاهلي اليو ديانج بدل حمدي فتحي في الدقيقه اكرم توفيق بدل طاهر محمد طاهر في الدقيقه 70 مروان محسن بدل والتر بواليا في الدقيقه 70 وصلاح محسن بدل حسين الشحات في الدقيقه 82. نتكلم على التغيير الاول بتاع اليو ديانج بدل من حمدي فتحي. يمكن كابتن هاني قال كان وكابتن عادل كان ممكن التغيير ده يبقى بدري شويه بين الشوطين. يعني كان بين الشوطين لو كان بيفكر. ما هي حاجه من الاثنين يا ايمن. لو كان بيفكر ان التغيير ده هيبقى في دماغه هيعمله كان عمله بين الشوطين. اعتقد كان احسن حسنا لديانج لما تسخر وتنزل الشوط الثاني بدايتك الشوط الثاني عقبال ما تاخد على ريتم المباراه وكده وتخش في المباراه مش هتاخد وقت. لو بيفكر في التغييره دي ممكن ما كانش يفكر في كده عادل. انت فاهمني؟ يعني ممكن ما كانش في الحسبان ان بس 9 دقايق يا كابتن ما اعرفش جايز هو يقول لك هشوف بدايه الشوط الثاني. يعني هو جايز يشوف. استاذنك كابتن معلش هنروح نعيش اجواء المونديال مع زميلنا امير هشام من فندق الاقامه بتاعه لعيبه النادي الاهلي بس كلها. اتفضل يا امير. كابتن ايمن تحياتي ليك وتحياتي لضيوفك وكل جماهير الاهلي في كل مكان. مبروك على هذا الفوز الهام جدا في بدايه مشوار النادي الاهلي في المونديال. الاهلي خلاص تاهل رسميا لملاقات فريق بايرن ميونخ الالماني بطل اوروبا. مباراه كبيره جدا. مباراه كنا دايما بنتمنى ان احنا نلعبها على المستوى الرسمي. الاهلي قبل كده كان بيلعب ابطال اوروبا مباريات وديه. المره دي الاهلي هيلعب في مباراه معتمده من الفيفا امام فريق بايرن ميونخ. مباراة كبيرة جدا جدا. لكن خليني اوصف لك اجواء السعادة المحدودة. بالمناسبة هي مش سعادة كبيرة لان الاهلي لسه ما حققش حاجة. الاهلي عنده طموح كبير واهداف كبيرة كمان علشان يحققها. فبالتالي السعادة محدودة وفرحة مهمة جدا بعد هذا الفوز لان انت خلاص وصلت لدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للاندية. من بكرة باذن الله تعالى تبتدي استعداداتك لمباراة البايرن. خليني كمان اقول لك ان فور وصول البعثة بالكامل والجهاز الفني واللاعبين توجهوا مباشرة على المطعم عشان يتناولوا وجبة العشاء. ومن بداية من الغد بقى يبتدي الكلام على مباراة بايرن ميونخ من خلال محاضرات من خلال طبعا تدريبات بالنسبة للفريق. فالحمد لله يعني الأمور ماشية بشكل جيد والكل هنا سعيد ومبسوط حتى وهم داخلين مقر الإقامة الخاص بهم. كل العمال المتواجدين في فندق الإقامة يعني حيوا لاعبي النادي الأهلي بعد
فوز النهارده بهدف حسين الشحات. طبعا الكل يعني في حاله سعاده جيده، وباذن الله باذن الله التفكير كله في اللي جاي باذن الله تعالى. مباراه البايرن الاهلي حقق فيها ليه لا ما نكسبش، ممكن خلينا نحلم يعني، لكن في كل الاحوال الفرقه هتجتهد والجهاز الفني هيجتهد وهيبقى فيه تدريبات قويه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي على مدار اليومين اللي جايين. بكره طبعا هتكون التدريبات استشفائيه، وبعد كده يكون بقى في بعض الامور الفنيه وبعض الامور الخططيه والتكتيكيه اللي هيركز عليها مستر بيتسو موسيماني. لو عندك اي استفسار يا كابتن ايمن انا معاك، اتفضل. شكرا جزيلا امير، وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في تقديم مباراه طيبه والنتيجه من عند ربنا باذن الله. كلام تغييرات. بايرن ميونخ خارج من كاس من فرقه درجه ثانيه او ثالثه. انت فاهم؟ فاهمني؟ يعني يعني ممكن. لا لا ما فيش، مش حكايه ممكن او هي كورتك كوره. مفيش حاجه قدم. مفيش قدم. مفيش حاجه في كره القدم مضمونه. مستحيله. كلها كلام يعني. ده بايرن ميونخ بنتكلم احنا عليه بتاريخه وعراقته، خارج من كاس من فرقه درجه ثانيه. كاس فيه مفاجات وكل حاجه، بس حصل. كان بيلعب فول تيم كابتن. كان انا ما انا عارف يعني. كان حتى الجون كله كان نوير كان موجود ومولر كله كان بيلعب فريق كامل. فهي بتحصل يعني، عشان بس الناس تقول انتوا بتحلموا وبتتكلموا ولا بنحلم ولا بنتكلم. اسمها كره قدم 90 دقيقه ممكن. ليه لا ما تحصلش؟ ليه خرج ورجل ريال مدريد خارج من فريق درجه ثانيه يعني. الجزائري ما كسب المنتخب الالماني في كاس يعني العالم. بص اللي عايز اقوله يا اسامه ان مفيش ثوابت في كره القدم. كره القدم ما فيهاش ثوابت، هي فيها مزبوط. اداء في ملعب وحته التوفيق دي حاجه بتاعت ربنا بس. مظبوط. بالنسبه لتغييرات الدحيل، محمد مونتاري نزل بدل اولونجا في الدقيقه 46 بدايه الشوط الثاني، المعز علي بدل بسام الراوي، اسماعيل محمد بدل من احمد ياسر في الدقيقه 72، ولويز مارتن بدل من علي كريمي في الدقيقه 82 يا كابتن اسامه. ما فيش شك، احنا قلنا انه صبري لاموشيش بيلعب كل ماتشات الدوري القطري 4-2-3-1 او 4-4-2. بعد ما جه اولونجا كان ساعات بيلعب بالمعز واولونجا قدام ودودو وادميلسون على الاطراف. لكن هو مع صعوبه النادي الاهلي قلنا لعب بتحفظ شويه ولعب بثلاثه في وسط الملعب واستغنى عن المعز وقعده احتياطي. لما لقى النادي الاهلي الشوط الاولاني جاب جون والسيطره ليه تامه، رجع للاسلوب الطبيعي بتاعه. كان ممكن جدا ياخر شويه، كان ممكن يقول ايه مثلا بعد ربع ساعه انا هرجع لطبيعتي او طريقه لعبي او بعد 25 دقيقه. لكن هو خد قرار من بدايه الشوط على طول بتغييرين، المعز علي ومونتاري مكان لونجا وبسام الراوي، شال واحد من الارتكاز ورجع للطبيعه بتاعته اللي هي 4-2-3-1 ورمى معز علي ناحيه علي معلول وحط مونتاري راس حربه ولعب بدودو تحته وشمال ادميلسون. الموضوع ده ابتدى يعمل علينا ضغط شويه انه غير، وخاصه من الجنب اللي كان فيه ادميلسون وكان بيقرب عليه دودو اللي هو ناحيه محمد هاني. مع الاخطاء اللي احنا ابتدينا نقع فيها في التمرير والخوف على المحافظه على الجون، ابتدت السيطره تبقى ليهم اكتر. ابتدت الخطوره تبقى اكتر، ابتدت ضربات ثابته فيها خطوره، في تسديده هايله للمونتاري ادميلسون بعين مونتاري اللي خبطت في ايد الشناوي وعدت من فوق القائم. فالتغييرات بتاعت صبري لاموشيه بالذات مع بدايه الشوط الثاني عملت انتعاشه واحساسهم ان هم في بلدهم في قطر وانه مغلوب واحد وهو اللي منظم البطوله، ابتدى يدفع باوراق كتيره فيها النواحي اللي عملت علينا ضغط شويه في الجزء الامامي. صحيح. مع هبوط بقى سواء زي ما احنا قلنا انه ناحيه عصبيه من المحافظه على الجون او فعلا بدني، ابتدى شويه هاني ابتدى يتعب. حتى احنا قلنا ليه ما ينزلش بيكام يقفل الحته دي شويه. صحيح. ابتدى حسين الشحات جهده يقل شويه، التمرير اخطا، ابتدى فيه اخطاء، قفشه ابتدى يقل شويه. يمكن احنا مستر موسيماني غير ديانج عشان يلحق الحته دي شويه في نص الملعب مكان حمدي فتحي، لكن التغييرتين اللي هو عملهم صبري لاموشيه عملوا خطوره على ديفنس النادي الاهلي. لكن في تالق
كبير جدا من ايمن اشرف وبدر بانون. صحيح. وايمن اشرف فعلا استحق نجم المباراه، فكانوا ليهم تاثير كبير قوي بخروجنا بالنتيجه دي. كمان التغييره كمان هو رمى باوراقه كمان، خرج اسماعيل محمد، اسماعيل محمد جنب، خرج علي كريم، لويس مارتن. لويس مارتن كمان مزبوط. عنده هجوم او ناحيه هجوميه اكتر هو، فتقريبا هو خرج اسماعيل محمد ناحيه الباك اليمين ودخل مزبوط. رجع عادته القديمه هو محمد، دخل محمد موسى سيرتباك مكان احمد ياسر. هو حاول يشتغل في الجزء الاماني والقدماني وبصراحه اشتغل فيها بشكل كويس مزبوط. يعني دفع كل العناصر الهجوميه، بنتكلم لعب كمان ناحيه الشمال زي ما حضرتك قلت يا كابتن اسامه، بدا يخش على جوه وتعب شويه علي معلول. ايوه طالما علي معلول تعب شويه يبقى مش هيأدي الحته الهجوميه، وبالتالي كان في كسور في الحته الهجوميه شويه. كابتن هاني سريعا، ازاي مستر موسيماني يتعامل مع الماتش الجاي ويلعب ازاي؟ لا طبعا التعامل مع المباراه اللي جايه لها حسابات مختلفه، واعتقادي الشخصي انا البايرن متابعه بيلعب 4-4-2-3-1، ما عندوش يعني ساعات بيختلف شويه الاداء، لو عاوز يزود بيلعب براسين حربه، لكن هو ده الطريقه التقليديه 4-2-3-1. انا في رايي يلعب بنفس الطريقه 4-2-3-1، يعني ما حدش يقول لك لا طب زود واحد في نص الملعب زياده، يلعب 4-3-3. في ناس هتقول كده. طب لا انا ايوه، هي في الاخر بتبقى اراء بالظبط. انت شايف كده بالظبط؟ انا شايف انه سالت اقول لك لا، بس يبدا بديانج يعني تزود، اقول لك زود واحد في نص الملعب. انا رايي يبدا بديانج وحمدي فتحي. بديانج وحمدي فتحي من بدايه المباراه. لان انا شايف ان عمرو ماشي كويس كل حاجه، لكن حمدي فتحي عنده نواحي دفاعيه اكتر من عمرو السوليه شويه. يعني عنده نوع من انواع اكتر من عمرو، ممكن كورته حلوه شويه بيزيد شويه، لكن انا محتاج في الجزء دوت ان يكون عندي اتنين جامدين قوي، وديانج عنده فرص انه بيزيد يعني. انا ممكن جدا اثبت يغطي عرضي شويه، ولو عندي فرصه ان انا ازيد بديانج يبقى موجود معايا بيزيد فيها، لانه بيزيد بشكل كويس. خط الدفاع ما عندناه يعني، انا تحفظ شويه على محمد هاني المباراه ديت، انك تغيره باحمد بيكهام، لان احنا برضو البايرن بيلعب ناحيه اليمين اللاعب الكبير ساني الناحيه الثانيه، فالاثنين سرعات فظيعه. ساني عنده كمان الميزه انه ممكن يجي ناحيه الشمال، هو اشول طبعا لعيب اشول بشكل كبير جدا، ممكن يجي ناحيه اليمين عشان يخش لجوه يلعب بشماله، فهتلاقيهم بيغيروا مع بعض. بيلعب في مانشستر كده على طول، وكان بيلعب في المان سيتي كده على طول، فعامل السرعه كحكم مهم جدا. الجزء الثاني اللي بتتكلم عليه الجزء الامامي، انا في اعتقادي الشخصي ان محمد شريف كان لازم يكون متواجد النهارده. يعني انا رايي ان كان يبدا من محمد شريف، ويبدا حتى بطاهر محمد طاهر، كان كهربا كان يبقى ليه دور، لكن انا شايف ان استعداد لبايرن انا اعتقد لازم يلعب 4-2-3-1، ما يغيرش طريقه اللعب، لكن يبقى في مهام او وظائف دفاعيه بشكل اكبر للاعب الاطراف. بص ايمن، انا يعني مع كلام هاني في 4-2-3-1 هو ممكن جدا يفكر مستر موسيماني او بعض الناس تفكر انه يحط ثلاثة ارتكاز اللي هو ديانج وحمدي وسوليه، بس هي المشكله قفشه، لانك انت لو لعبت بالثلاثي ده هتستغنى. قفشة ما بيلعبش على الاطراف مظبوط، انت برضو لازم يبقى ليك اجنحه، لان هم اقوياء. ايه انت مش هتلاقي محمد لو ايوه لو لعبت 4-3 لو لعبت الثلاثه في ثلاثه وسط ملعب اسامه مش بالظبط. أيوة محمد هتضطر او تلعبوا على الطرف. لا ما هي بقى على الطرف، نرجع للخطا القديم مش هيعرف يلعب. بص لو لعب مجدي قفشة على الطرف بنفتقده، ويمكن احنا لو نفتكر فايلر في فتره صمم ان يلعبوا ناحيه الجناح، كنا دايما بنخسر بدايه الشوط الاول، فهي دي المشكله الوحيده اللي ممكن هتواجه مستر موسيماني لو فكر يلعب بثلاثة ارتكاز. خلي بالك عادل الملعب عادل كمان. عادل انت عايز ثلاثة فلات صح؟ لا بص يا كابتن، انا عاوز اقول لك حاجة. جاوبني، انت عايز ثلاثة في نص الملعب فلات صح؟ طيب انا اقول لك حاجة، انا من وجهة نظري ان دائما المدرب او الفرقة لما بتيجي تدرس الفرقة الاخرى انت بتلعب انت الفعل وهو رد الفعل. يعني احنا مع الدهيل احنا كنا الفعل، موسيماني لعب الفعل لانه لعب بالطريقه اللي هو عايزها، لكن لما تيجي تلعب البايرن ما ينفعش انك انت تلعب بطريقتك، انت تلعب عليه، اولا لازم تدرس لعبهم كويس، ولازم تلاعب اللاعب اللي يناسب فرقه البايرن. ممكن احنا في مقوله بنقولها دايما كمدربين او كناس يعني فنيين، بنقول كل مباراه وليها رجالها،
وكتير قوي في اوقات نيجي 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 نقول ايه، انت ممكن تكون لعب ماتش كويس لكن المباراه اللي جايه مش بتاعتك انت، امكانيات الفرقه اللي هنلعبها يعني انت بتفضل منك. انت بتفضل في نص الملعب ثلاثه، انا عاوز العب 4-1-4-1 مش طيب. هيحصل، خلينا في خلال الوقت. لا انا لا وجهه نظر، وجهه نظر 4-1-4-1 يعني انا عارف في النص ماشي يعني لما تيجي ما يعني انا عارف مشتقاتها وكل مش حاجه مش هبعد قوي عن اللعب مشتقاتها كل حاجه. ممكن اقول لك حاجه ايمن؟ لا ممكن اقول لك لا 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 انا عايز اقول له بس في الحاله ديت هو النادي الاهلي مش هيبدا البدايات بتاعته اللي بيعملها الشوط الاول. طب انا ممكن اقول لك الافراد كمان يعني وجهه سريعا بس عشان هنطلع بقى يعني مثلا يعني مثلا بيكم علشان دفاعيا اقوى، بنون وايمن اشرف معلول وقدامهم حمدي فتحي وديانج والسوليه وهتلعب بطرف يمين طاهر محمد طاهر طرف شمال كهربا يمين بواليا يلعب قدام كلهم امكانياتهم سرعات عندهم قوه عندهم الحته بتاعه الدفاعيه كويس، حمدي فتحي يقدر يقف كويس يدافع ما بين الاطراف دي وفي الاخر انت عندك انكماش في 30 40 يارده عشان تجربهم الحاجه دي وبعدين تروح ايوه موقع الفيفا بيهني النادي الاهلي وبيقول النادي الاهلي يمضي قدما، ملوك افريقيا يتاهلون لنصف النهائي بعد فوزهم على الدحيل 1-0. واشاد طبعا الموقع بفوز النادي الاهلي النهارده والتاهل الى نصف نهائي البطوله لمواجهه الباير. مره ثانيه الكاف الاتحاد الافريقي بيهني الاهلي بالفوز امام الدحيل في مونديال الانديه. احنا بنمثل افريقيا طبعا طبعا. فاحنا طبعا اتكلمنا مع محللنا كبار في مباراه اليوم و اللي ممكن يتعمل ماتش البايرن. هنروح لزميلنا فاروق صلاح ومعاه أصغر محلل أهلاوي هنشوف رؤيته التحليلية، هل هتتفق مع نجومنا الكبار ولا عنده رأي مختلف؟ اتفضل يا فاروق. من جديد ده بجد التحية بيك يا كابتن أيمن وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من داخل فرع النادي الأهلي بمدينة نصر وعقب فوز النادي الأهلي على فريق الدحيل وصعود النادي الأهلي لمباراة الدور نصف نهائي. معنا أصغر محلل وأصغر عضو من أعضاء النادي الأهلي مدينة نصر وأصغر محلل طفل، أنا عايز مش عايز أقول الطفل، أنا عايز أقول شاب، يوسف أحمد مشهور. يوسف أنا برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، وفي البداية أنا عايز أسألك عندك كم سنة؟ أنا عندي 10 سنين. يوسف كتير بيقول لي يوسف هنا واحد من المحللين الكبار في النادي في مدينة نصر في النادي الأهلي. نتكلم في المباراة بقى، قول لي شفت اللقاء إزاي؟ بداية مساء الخير عليك يا كابتن ومساء الخير على كل مشاهدين قناة النادي الأهلي. في بداية المباراة أول دقيقتين بالضبط نادي الدحيل القطري كان داخل بضغط على النادي الأهلي، بعد كده النادي الأهلي بدأ يتأقلم في المباراة وبدأ يعمل أكتر من هجمة، خاصة في دقيقة 30 جه هدف الكابتن حسين الشحات، بعديها بسبع دقائق بالضبط جه ويلتر بوليا وسجل هدف لكن للأسف اتحسب أوفسايد عن طريق يا دوبك سنتيمترات ما بينه وما بين الأوفسايد. الشوط الثاني بدأ نادي الدحيل القطري مستحوذ وضغط على النادي الأهلي بشكل كبير، وكان مجريات الشوط الثاني كلها بالنسبة يعني للنادي الدحيل القطري، بس كان عنصر الإجهاد البدني على لعيب النادي الأهلي كان مؤثر عليهم جامد جدا. إيه اللي أنت من وجهة نظرك يا يوسف شفته ورجح كفة النادي الأهلي في شوط اللقاء الأول وقدر أنه يحرز هدف؟ ضغط اللاعبين والتركيز في الماتش ولعب بالروح الفانيلا الحمراء. المباراه اللي جايه مباراه صعبه امام بايرن ميونخ الالماني، عايزين نتكلم على المباراه، قول لي شايف اللقاء ازاي، ولو هنتكلم على فريق بايرن ميونخ بقى نتكلم ونقول ايه، قول لي الاول شايف اللقاء ازاي. اولا الماتش هيبقى صعب جدا 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 على النادي الاهلي، ثانيا برضه هيبقى صعب على بايرن ميونخ بعد ما فاز الاهلي على الدحيل القطري، ومن وجهه نظري اني شايف كل لعيبه بايرن ميونخ مقدره النادي الاهلي كويس جدا. بايرن ميونخ عنده عناصر قويه جدا في الهجوم وفي الدفاع وفي حراسه المرمى كابتن مانويل نوير. في الهجوم عندهم قوه ضاربه روبرت ليفاندوسكي افضل لاعب في العالم لسنه 2020، وطبعا ده كان في تكريم الجلوب سكور للنادي الاهلي لما تكريم النادي الاهلي كافضل فريق في الشرق الاوسط واكثر فريق يسجل بطولات في العالم كله ب 139 بطوله. طبعا الماتش صعب وعندهم اكثر من عنصر دفاعي قوي مثل ديفيد ألابا
وكومان، وعندهم اكثر من عنصر دفاع قوي. في الهجوم عندهم قوه قويه جدا واللي هي روبرت ليفاندوفسكي، وطبعا هيبقى الماتش صعب جدا على النادي الاهلي. وفي الحراسه طبعا يعني من اهم الناس مانويل نوير. لو انت هتدي نصيحه لعيبه النادي الاهلي، وانا عايز اختم معاك بقى يوسف، قول لي لو هتدي نصيحه لعيبه النادي الاهلي تقول لهم ايه قبل المباراه وناخد بالنا من ايه؟ طبعا لازم النادي الاهلي يركز جدا في الدفاعات، يقفل على بايرن ميونخ يا ريت بكل الامكانيات اللي يقدر عليها النادي الاهلي. طبعا المباراه هتبقى صعبه، وانا احب اشكر كابتن الخطيب على الروح المعنويه القويه اللي اداها لعيبه النادي الاهلي كلها، واشكر كل رؤساء مجلس الاداره في النادي الاهلي. اشكرك يا يوسف، وبالتوفيق ان شاء الله النادي الاهلي. كابتن ايمن، ده كان لقائنا مع يعني مش عايز اقول اصغر محلل، بس هو ما شاء الله يوسف احمد مشهور، احد اعضاء النادي الاهلي واصغر اعضاء النادي الاهلي بمدينه نصر. ونقول ان شاء الله يعني اتكلم في نقاط فنيه خاصه باللقاء الاهلي وبايرن ميونخ الالماني. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه، ويا رب باذن الله نوصل للمباراه النهائيه، وباذن الله يعني مش بعيد ان شاء الله النادي الاهلي هيكون بطل العالم بمشيئه الله. من جديد تعود الكلمه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام. ناصر عباس، والحديث عن الحالات التحكيميه لمباراه اليوم. كابتن ناصر اهلا وسهلا بيك، منورنا. تحياتي ليك كابتن ايمن، وتحياتي للنجوم الكبار الكابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، والكابتن هاني رمزي، والكابتن عادل عبد الرحمن. الف مبروك النادي الاهلي والجميل النادي الاهلي النهارده على الفوز. مباراه جميله جدا، والكل فرح النهارده. مبروك للنادي الاهلي ومبروك للجماهير، وهارد لك لنادي الدحيل. قبل ما نروح للتقييم الحكم كابتن من ناحيه الناحيه الفنيه والبدنيه واداره المباراه، هتكلم على حكم المباراه اللي هو ماريو سكوبارو، حكم من غواتيمالا. هو عنده 34 سنه، ودي حاجه بنقولها مهمه جدا. 34 سنه، هو حكم من 2013، معنى كده ان هو كان حكم دولي وهو عنده 27 سنه 26 سنه. انا بقول الكلام دوت ليه؟ لان هذا الحكم تم اختياره من قبل الاتحاد الدولي في القائمة الأولى اللي هي رايحة كأس العالم 2022. كابتن أيمن، لو أنت معايا النهاردة، هو 34 سنة يعني هيلعب كأس العالم الجاي، 35 سنة ليه فرصة يلعب كأس العالم ثلاث مرات. مظبوط، ثلاث مرات يروح كأس العالم. وده بنقوله ليه؟ اللي احنا عندنا هنا نقول الكلام ده لجنة الحكام، وعندنا في مصر إن احنا يجب إن احنا كمان نشتغل على إن الحكم الدولي هنا في مصر يبقى عنده 22 سنة دولي أو 23 سنة دولي، عشان يقدر يروح البطولات ويمثل مصر في أكتر من بطولة. هذا الحكم طبعا هو متصنف في الكونكاكاف كحكم من التصنيف رقم واحد أو اثنين، مع الحكم المكسيكي اللي هو سيزار راموس. ويمكن سيزار راموس يمكن أفضل منه شوية، ولكن عنده خبرة، يمكن قافل شوية على الحكم ماريو إسكوبار. بنتكلم في نقطة تانية مهمة جدا، هم تم اختيار كابتن أيمن سبع حكام من القارات للأونفيلد، وتم اختيار كمان 13 حكم مساعد وسبع حكام للفيديو. يمكن عندنا محمد عبد الله من الامارات، وعندنا مجيتي ناداي من السنغال، ده بالنسبه لقاره افريقيا. هروح لحكم المباراه النهارده. المباراه وانا كانت النهارده كان بيلعب في اجواء جميله جدا جدا يا كابتن علاء، ملعب جيد، الفريقين عندهم سلوك فوق الامتياز، التزم قرارات التحكيم، ساعدوه في اداره المباراه. المباراه ما فيش فيها اختبارات تحكيميه داخل الصندوق يا كابتن هاني، يعني مفيش اختبارات، مفيش حالات تحكيميه داخل الصندوق نقدر نقول ان هو اختبر. ولكن على الرغم ان المباراه جميله والتزام اللاعبين داخل ميدان اللعب وكل الامكانيات يعني تديله الافضليه ان هو يظهر نفسه بشكل افضل، لكن النهارده عندنا طبعا هتكلم في اربع عناصر مهمين جدا، وهو نمره واحد عنصر تقدير العقوبات والمخالفات الفنيه، عندنا عنصر تاني مهم جدا وهو عنصر اللياقه البدنيه بكل عناصرها، هتكلم في اداره المباراه، يعني هل النهارده ادار المباراه ولا ما قدرش ان هو يدير المباراه. لما نيجي نتكلم على عنصر تقدير المخالفات الفنيه والعقوبات الانضباطيه، يمكن حضراتكم لاحظتوا الشوط الاولاني كان عندنا انذار مهم جدا، هو لما يشر بطاقه في حاله قفشه كان في مخالفه كان يجب عليه ان هو ينذر فيها، طبعا ما انذرش. نتكلم في الشوط الثاني كان في عمرو السوليه لعبتين ورا بعض، اللعبتين ورا بعض يستحقوا البطاقه الصفراء، ومع ذلك لم يشهر البطاقه في حالتين عمرو السوليه. اذا هو عنده تقييمه في المخالفات وتقديره للعقوبات الانضباطيه عنده مشكله في العقوبات الانضباطيه، ده فيما يخص الناحيه الفنيه وناحيه العقوبات. نتكلم على اللياقه البدنيه، هو بيجري كويس في ميدان اللعب، عنده مشكله في التوقع والتمركز.
ممكن يجري كتير جدا جدا جدا، ولما تيجي في لعبه كابتن ايمن تحس ان هو ما عندوش زاويه رؤيه يقدر يشوف منها الحدث، ما عندوش كمان التوقع وقراءه اللعب لاحداث المباراه. صح. دي كانت عنده مشكله. هتكلم في حاجه مهمه جدا في ادارته المباراه. النهارده هو اوقف اللعب، واحنا كنا سالنا نفسنا كابتن هاني هو اوقف اللعب ليه؟ صحيح. اول مره اشوف في هجمه للنادي الاهلي الناس رايحه وده اوقف المباراه. طبعا ده خطا اكيد في الكوميونيكيشن، حد كلمه وده طبعا دي حاجه بنقول عليها، لانه اوقف بدون اي سبب ان هو يوقف المباراه، دي كانت مشكله. هتكلم في نقطه مهمه جدا، المهدي بن عطيه مع مروان محسن. النهارده بنتكلم في التعديل القانوني كابتن هاني. انا كلاعب لما بيتم ارتكاب ضدي خطا بياخد كار، انا من حقي اتعالج في الملعب. يعني طيب من حق مروان محسن انه يتعالج في الملعب، يتعالج وما اخرجش، وما اخرجش خارج ميدان اللعب. طالما تقييم الاصابه بسرعه انا من حقي كلاعب تخليني متواجد معاك. هل السؤال هنا بس انا بوضح نقطه ليه؟ ان ده الكتير مش عارفها كابتن هاني. تاني انا لو انا مروان محسن اللاعب ارتكب معايا خطا يستوجب البطاقه، انا ممكن اتقيم بسرعه وابقى موجود ما اخرجش خارج ميدان اللعب. السؤال يعني هنا انا بقول ايه؟ هل هاني مروان طلب ان هو يخرج؟ لو ما طلبش هو كان من حقه ان هو يتواجد داخل ميدان اللعب طبقا للقانون وطبقا للمخالفه. الحاجه الثانيه بتكلم في الوقت بدل الضايع. الشوط الثاني هو ادى 6 دقائق وقت ضايع، اعتقد كتير جدا جدا جدا، لان ده بيخش ضمن اداره الحكم وتقييمه للوقت. اعتقد كان اقصى شيء ممكن كان يديه هو ال4 دقائق في المباراه. بشكل عام المباراه كانت سهله تحكيميا، ولكن هو زي ما قلت ثاني كابتن هاني كان يجب عليه ان هو يبرز امكانياته من ناحيه اللياقه البدنيه، من ناحيه تقديره للاخطاء. ليه بقول الكلام ده؟ لان هو عنده فرصه كابتن عادل ان هو يلعب المباراه النهائيه. عنده فرصه كبيره جدا جدا يلعب، نتيجه ان احنا قلنا ان ممكن اللي هو الحكم الهولندي هيدير في قبل النهائي اللي هو داني ماكيلي، وهيبقى محمد عبد الله او ماجيتي هيلعب، وبالتالي هو عنده فرصه كمان يلعب في المباراه النهائيه. بشكل عام بنقول في التحكيم النهارده مفيش اخطاء كتيره في المباراه، المباراه كانت سهله ويعني ما كانتش مش صعبه على طاقم التحكيم. كمان التقنيه النهارده كانت موجوده بشكل يعني جميل جدا ورائع. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان التوفيق في البطوله يمشي بحيث ان هو ما ياثرش الاخطاء تؤثر على نتيجه او عايز ادب واليا جول مش جول. شوف يا كابتن احنا بنتكلم في التقنيه. التقنيه النهارده كاس العالم للانديه اعتقد ان هم نفس التقنيه اللي هي تم تطبيقها النهارده هتطبق في كاس العالم 2022، لان دي بطوله من البطولات الكبيره كابتن علاء كابتن عادل. بالتالي احنا بنتكلم النهارده في التقنيه. طبعا اعتقد ان هناك جزء بالقدم كان يعني اقرب الى خط مرمى، وبالتالي يعني مش هنقدر نتكلم ان هذه التقنيه متكامله. تقنيه الفيديو يعني اتمنى ان هي تكون موجوده عندنا هنا كابتن في مصر. احنا عندنا هنا في مصر مشكله، وانا بتكلم بامانه ومش عيب، ان احنا عندنا تقنيه الفيديو ينقصها حاجات كتيره جدا جدا، من ضمنها اللي هي خط التسلل، من ضمنها طبعا الجول لاين تكنولوجي احنا بنتكلم فيه، حاجات كتيره يعني جدا جدا. يعني النهارده اللي جت في بتاعت لقطه الهدف اوفسايد فعلا في سابق جزء بالقدم، هي حاله من الحالات كابتن عادل صعبه جدا جدا جدا. صعبه انا بتكلم عارف هقول صعبه كمان ليه كابتن هاني؟ كمان لو احنا كنا جبنا اللعبه هنشوف هنلاقي الحكم تمركز مش حلو، يعني احنا بنقول ده لابد ان الحكم يكون تمركز اخر تاني مدافع مركز قوي قوي قوي. شفنا الحكم مساعد حاليه سابق، وبالتالي هنا هو كان عنده تردد، ما رفعش على فكره الرايه، كان عنده تردد يعني يرفع او بعدين جاي يرفع، كان هو عاوز يرفع بس وبعدين لما لقى اللعبه ما رفعش، كان عاوز يرفع ما رفعش. من هقول اهو هو بيقول ايه احساسه ايه، يعني ممكن. هو اتفاجئ باللعبه نتيجه التمركز الخاطئ كابتن. يعني بص كابتن علاء، لو انا مش متمركز مع اخر تاني مدافع هيبقى عندي شك، عندك مشكله كمان، وبالتالي هو عنده مشكله من واحد في التمركز الاول، هو عنده تردد، وبالتالي لما شاف اللعبه راحت يا كابتن انا سمع للفار بالظبط يا كابتن. ايوه ايوه بنكمل اللعبه. لا 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 انا بتاع الفار كابتن، انا بقول حتى لو شايف ان اوف سايد هيكمل بنكمل، بس هو مع نهايه الهجمه كان هو ما رفعش حتى بعد الهجمه انتهت. كلامك ممتاز، بس هو ما رفعش بعد الهجمه انتهت على فكره. انا بقول هو تردد، يعني تردد نتيجه ايه؟ التمركز الخاطئ. كابتن هاني لو هو متمركز صح تمام، يعني انا لاحظته، يعني هو كان يعني عاوز يرفع كان وبعدين ايه راح ماشي. انت معايا؟ صح يا كابتن. ودوت بنقول ليه؟ لان التمركز بتاعه ما كانش سليم. ومع ذلك احنا قلنا زي ما كابتن هاني بيقول، لما يكون في هجوم لو انت عندك القرار
أخر القرار، يعمل دليل القرار سواء كنت هترفع أو هتخلي اللعب يتواصل والهدف يحتسب، وترجع للتقنية كابتن هاني والتقنية تقرر اللي كان فيه هدف أو مش هدف. طب في جزء كمان يا كابتن، احنا عارفين ان حمدي فتحي تقريبا خد انذار في الدقيقه 27 قبل الفاول بتاع حمدي فتحي، كان في فاول كمان على لاعب اعتقد كريمي. كابتن هاني عندنا، كابتن مصر عندنا صوره جميله في من هناك طبعا الاجواء هناك. بص ده جمهور النادي الاهلي مع جمهور النادي الزمالك وبيشجعوا النادي الاهلي، ودي الروح اللي احنا بنتكلم عنها وبنقول بالزبط عليها. بالظبط ده كابتن، ده المفروض احنا بنقدم صوره النهارده. كابتن ده بتقدم صوره جميله جدا. النادي الاهلي كابتن النهارده مش بيفرح بس جماهيره كابتن هاني، كل مصر النهارده فرحانه، سواء كان نادي الزمالك او كل الجماهير الانديه النهارده فرحانه بالاداء، لان النهارده تعتبر مصر بتلعب كابتن هاني، ودي الثقافه كابتن هاني اللي صحيح. احنا كمان من خلال قناه النادي الاهلي بنديها لكل جماهيرنا. لما يكون حد عندنا بره كابتن هاني أكيد. الكل يتكاتف والكل يشجع، لان في الاخر هي بالصبف كلها في مصلحه الكره المصريه. صحيح. صحيح. انا في النهايه بقول ان الحكم ده احتمال يدير المباراه النهائيه، اتمنى طبعا التحكيم يمشي في البطوله بشكل الحكم جيد. ده ممكن يدير المباراه النهائيه، عنده فرصه ليه كابتن، هو من امريكا الشماليه. أيوه. تمام. وعندي انا داني ماكيلي ده من هولندا، احتمال هيلعب في قبل النهائي ده مفيش كلام. ايوه. عندنا بقى محمد عبد الله من الامارات حكم احتمال يحكم، وعندنا طبعا ماجيت النضاي السنغال، مش صعب ان هو يلعب للنادي الاهلي، النادي الاهلي ممثل افريقيا. ايوه. يبقى ماجيت النضاي صعب ان هو يلعب المباراه اللي جايه مع النادي الاهلي، فبالتالي هو هيخلوه مستني للمباراه النهائيه، فرصه كبيره ان هو يلعب المباراه النهائيه. هو بيبقى في ترتيب يا كابتن للحكام اللي هم بيديروا البطوله، يعني مثلا زي مثلا لعيبه التنس، يعني في نمره واحد كذا، نمره اثنين كذا، مصنفين طبعًا. يعني طبعا يا كابتن احنا بنتكلم في داني ماكيلي، ده حكم كبير، في حكم هولندي، وبالتالي هو احتمال كبير يديله مباراه اللي هي في المجموعه الثانيه اللي هي بالمراس، هيلعب ممكن يلعب نصف نهائي او ممكن يخليه للمباراه النهائيه. بس المشكله لو بايرن وصل للمباراه النهائيه، ما ينفعش حكم من اوروبا، من اوروبا صعب ان هو يحكم لمباراه البايرن، فهو اضطر ان هو هيدي له قبل النهائي اللي هو مباراه ما بين امريكا وما بين تقريبا اسيا. أيوة. او امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه. أيوة. هو الحلو ان هو عشان يحكم ان شاء الله الاهلي يوصل النهائي، تبقى حلو قوي. احنا اتمنى كلنا طبعا النادي الاهلي يوصل النهائي، والنهارده النادي الاهلي فرح، خلي بالك خطوه جميله جدا جدا، كلنا طبعا سعداء وكل الجماهير المصريه سعداء باداء النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي يفرح الكره المصريه، ودايما الكره المصريه تبقى في اعلى الاماكن. يا كابتن ايمن، انت قلت صعب، يعني مش مستحيل ان هو عشان اوروبي ما يحكمش البايرن لو وصل النهائي، او الاهلي حد من افريقيا يحكم له لو وصل. كابتن اسامه بص، هم جايبين 7 حكام. اه. من البرازيل، من الاورجواي، من امريكا الشماليه، من افريقيا، من اوروبا، من اسيا، فاعتقد كل واحد هياخد فرصه ان هو يحكم مباراه، يعني اعتقد ان كل واحد ياخد فرصه، بس فيما لا يتعارض مع يعني على قد من القاره بتاعته، يعني من اوروبا يحكم اوروبا. أيوة. وهكذا يعني. اه. طب كابتن ناصر، تنصح لعيبه النادي الاهلي يعملوا ايه في مواجهه التحكيم مع بايرن ميونخ؟ طبعا هو طبعا كابتن النادي الاهلي، يعني عايز اقول يمكن من افضل الفرق، وانا بتكلم مش مجامله ولا حاجه، اولا هم ملتزمين جدا جدا كابتن، يعني سلوكيا في الملعب مركزين في اللعب كويس قوي قوي قوي، ما بيعترضوش على التحكيم. يعني انا بتكلم على ده سلوك النادي الاهلي، واي حكم بيتمنى ان هو يلعب للاعيبه النادي الاهلي كسلوك، تمام. ولكن احنا بنتكلم في ايه؟ في طول ما انت المشكله ايه، ان الاخطاء اللي هي بتتم ارتكابها بتهور او بتعطيل الهجوم الواعد، خلي بالك من النقطه ديت، لان حمدي فتحي خد انذار، ويعني انا بحيي الجهاز الفني والاداري بامانه نسحبه. ان هو سحبه ليه؟ ممكن لعبه بدون قصد كابتن عادل هتخش. أيوه. تعمل تاكلينج. أيوه. تعمل خطا بتهور، كان في خطا بتاع الصفرة. كان في خطا قبليها بحوالي دقيقه على نفس لاعب اعتقد، كان علي كريمي. علي كريمي بالظبط. أيوه. نفس الخطا كان برضو كان يستوجب انذار. انا كابتن انا قلت ايه في المحكم عنده مشكله في تقدير المخالفات والعقوبات الانضباطيه، انا قلت في 3 انذارات لفريق الدحيل لم يشهرهم، منهم ماجد بن عطيه انذار، واللي حضرتك بتتكلم عليها دي مفيش كلام، بتاعت قفشه دي مشكله الحكم. قلت سليا انت قلت وقلت الكلام ده في البدايه. أيوة. ولكن انا بقول ان الاهلي طبعا ان هم دايما تخلي بالك كمان في منطقه الجزاء، يعني دايما في التاكلينج او الشغل اللي هو بتبقى فيه ريسك كابتن هاني، ده خلي بالك منه، ان الحكام بتحسب الاخطاء ما فيش يعني عندهم اي مشكله فيها. صحيح. وعندهم طبعا الفار بيراجع على المخالفات. اخيرا بنقول ان
مبروك تاني للنادي الاهلي ومبروك لجميع النادي الاهلي. اتمنى ان شاء الله باذن الله المباراه الجايه يكون الحكم على مستوى المباراه. اتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي في القادم باذن الله ان شاء الله. كابتن ناصر شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس، امتعتنا كالعاده. بشكرك كابتن ايمن وبشكر ضيوفك الكرام وبشكر كل الساده المشاهدين لقناه النادي الاهلي. شكرا كابتن. وبانتهاء الفقرة التحكيمية أعزائي المشاهدين بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي النهاردة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية، والتي انتهت بفوز النادي الأهلي 1-0 ب هدف الشحات. طب في حاجة تانية؟ طب ماشي، هناخد قبل ما ننهي هناخد رأي كباتن سريعا في ماتش البايرن تاني. يعني ماتش البايرن اللي جاي الأهلي هيستعد له من بكرة، ولكن ايه الطريقه الامثل اللي ممكن يبتدي بيها مستر موسيماني المباراه؟ عادل قال 4-3-3، انت كان عندك تحفظ 4-1-4-1، بعدين قال 4-1-4-1-4-1، ما هو غير كلامه بعد كده. لا ما غيرتش. لو كان لو سمعت نقطه غير كده ولا 4-1-4-1. عادل يا ايمن 4-3-3 هي قريبه جدا من 4-1-4-1. هي بتبقى الثلاثة اللي في نص الملعب اللي هو الواحد اللي قدام الاثنين المساكين هو في 4-3-3 هو رقم 6 اللي هو بيقف قدام وبيبقى في واحد يمينه وواحد شماله، ادي 3 واثنين وبعدين واحد. هي 4-1-4-1 يعني هي تقريبا هي الطريقه دي. طب وليه سموها 4-1-4-1 لما هي 4-3-3 عادي؟ عشان يمكن هي بس بتدي الشكل بس الاولاني، لكن هو طريقه اللعب تقريبا متشابهه جدا. لا اقولها لك معلش، انا عارفها على فكره. لا مش محتاج حد يعرفها، ما انا قلت لك 4-1-4-1. هي ليه اتسمت كده؟ هقول لك، عشان الواحد اللي قدامهم ده بيبقى زي الليبرو الامامي، انت فاهمني يا كابتن؟ انا فاهمها على فكره كويس. الاثنين اللي عطر، انا على فكره فاهمها كويس جدا. الاثنين اللي عطر هي 4-1-4-1. انت بتقول اكنك بتتكلم بالظبط 4-3-3. لا هي فيها اقرب. لا. اقرب يعني مش فيش اختلاف هو كبير بين هو اللي بيختلف ايه مش إن وانت معاك الكوره او انت ما معاكش. انا فاهم انت يعني انت ممكن جدا تلعب 4-2-3-1 وانت معاك الكوره، انت بتلعب ممكن تهاجم بسبعه وتدافع بثلاثه. هو عايز يعمل كده. سبعه لا 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 انا عايز 4-1-4-1 عشان انت بتلعب 4-2-3-1 عايز تعمل كثافه عدديه في نص الملعب، هتنزل الطرفين اللي هم 4-1-4-1 هتبقى 4-4-1-1 4-4-1-4-1 دي بس ترد عليها ونخلص بسرعه. دي طريقه دفاعيه بحته ولا ايه بالظبط؟ هي الهدف من الناحيه اللي قدام، الواحد اللي قدام الاربعه يمسك الواحد اللي تحت الثلاثة بتوع الفرقة اللي يعني. بيلعب 4-2-3 يعني واحد في الواحد ده يمسك 10 اللي هو دي دي أهم حاجة. ده هيمسك كده، ده هيمسك واحد وهينزل الأربعة اللي قدامه، في واحد في الحتة الهجومية واحد في الحتة الدفاعية، عشان لما بتهاجم بيقف 4-1-4-1 دي تصنف طريقة ايه؟ دفاعيه. لا دفاعيه بس اقول حاجه على علاء، علاء انا لا. انا وجهه نظري معلش انا مفيش حاجه اسمها اتفضل مفيش حاجه اسمها طريقه دفاعيه بحته ولا طريقه هجوميه بحته، كل طريقه فيها مهام هجوميه وفيها مهام دفاعيه. بس النهارده ده احنا لسه في ماتش النهارده الدحيل ده لاعب فرقه بحت يا طبعا اللي هو انا بدافع لا بس هو ما عملش الشق الهجومي، لكن هو كان ممكن 4-3-3. يبقى المبدا كان ايه النهارده في الدحيل؟ ما هي الفكره يا كابتن. هو المبدا بتاعه انه يقفل نص الملعب عشان يدافع، بس مش من الفورميشن بتاع الفرقه. يعني مش انا ممكن العب 3-4-3 وابقى مهاجم، ممكن العب 4-4-1. في مسميات في كره القدم بقول لك المدير الفني ده طريقته دايما دفاعيه. بيحب يدافع زي كابتن انت فاهمني، او واحد بقول لك المدير الفني ده لا طبعا بيحب يهاجم، طريقته هجوميه دايما. ماشي كابتن علاء. طيب كابتن اسامه بعد اذنكم، انا مع اسامه. طيب بعد اذنكم بس هنطلع لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه معلش هنأجل الختام شويه. ازاي يلعب مستر موسيماني المباراه اللي جايه، مباراه البايرن؟ يلعب بالشكل الطبيعي بتاعه، بس هي المشكله في الواجبات بقى والمهام اللي هتتاخد اكتر. يعني انت مش هتقدر مع فرقه بايرن انها تقعد تهاجمها
من اول اللقاء زي ما انت بتعمل في الدوري المصري او زي ما حاولت النهارده في البدايه مع الدحيل لانك انت بتلعب بطل اوروبا ف هتلعب 4-2-3-1 دي الطريقه اللي هي النادي الاهلي بيلعب بيها اللي هي ويس. المثاليه ولكن تطبيقها في الملعب ازاي؟ ما انا بقول لك اول 4-3-3 بس انت في الطريقه دي هي المشكله اللي انا قلت لك عليها انك انت هتضطر قفشه مش هيبقى ليه وجود لانك انت لو لعبت بحمدي قدام المدافعين ويمينه وشماله ديانج والسوليه عايز اجنحه على الاطراف عشان يرجعوا يدافعوا مع الباكين ويكملوا في الهجمه مع راس الحربه سواء بواليا او شريف يعني هي. الاثنين اللي هيبقوا على الاطراف فمجدي قفشه بيلعب احسن تمركز ليه اللي هو تحت راس الحربه او احنا بنقول عليها 10 اللي بيتحرك من خلف سواء بقى بيلعبوا باثنين ارتكاز او اللي هو الارتكاز اللي موجود اذا كانوا بيلعبوا 4-3-3 بيتحرك في المناطق اللي هي خلف دي وبيكمل مع راس الحربه من جوه لكن لما بيلعب على الطرف اليمين بتفقد خطورته وهو نفسه بيعمل عبء على الباك اللي معاه لانه هو مش قدراته انه هيفضل يرجع يدافع لغايه الخطوط تحت مع محمد هاني مثلا ويطلع تاني ودي شفناها في مباريات اكتر من مباراه لما كان مستر فايلر ماسك كويس. في الدور الثاني حاول يلعب بيه كتير ناحيه الجناح فهو غصب عنه بيروح داخل للعمق وبيسيب الباك لوحده هي دي النقطه اللي هتبقى مشكله لكن هي 4-3-3 طريقه برضو جيده طريقه جيده بس انت في اللحظه دي ممكن هتقعد مجدي قفش لانك انت هتضطر زي ما قلت لك هتلعب مثلا بواليا قدام وطاهر ايوه الثاني ده هيبقى قفشه طب هيخش للي جوه ايوه فهتبقى في جاب ودول طبعا برضو لعيبه في ثاني وفي زي ما اسمه جنابري ومولر في مولر فهتبقى مشكله على الباكين على علي معلول وعلى محمد هاني بالذات محمد هاني لانه الناحيه الثانيه هتقول طاهر موجود في الجنب ده مع مزبوط. مع معلول فهيقفل لكن هي مشكله مجدي ان تملي عايز يخش للعمق فهي دي المشكله اللي هتواجهنا شويه لو لعبنا باربعه من الاخر يا اسامه مش امكانيات مجدي خالص على الاطراف فهي دي النقطه ليها لعيبه معينه خالص مش حته اللي هو مش حته الدفاع بس حته كمان ان الخطوط دي ليها مش امكانيات مجدي كل واحد صح يعني صح كل واحد دي امكانيات مظبوط. مجدي مش بتاع خطوط خالص بيفقد شمته كلها لا مش حكايه كمان سبرنت عادي مش مكانه هو مش مكانه والمواجهه هو محمد مجدي بيحب دايما على مساحه محمد مجدي خطورته دايما بيبقى معاه الكوره وشايف المساحه ودي مسته لكن مش على خط اتفضل يعني كلام على كده مظبوط لكن هي المشكله بقى كلها مش في طريقه اللعب نفسها مش هي دي القضيه التطبيق بقى لازم المساحات تبقى اضيق من كده لازم تصبر في الضغط شويه لازم يبقى الخطوط زي ما بيقولوا عليها كومباكت قريبه من بعض وسط الملعب مع المهاجمين مع خط الدفاع مش هقول بنلعب بالاسلوب اللي فيه فرق هنا عندنا في مصر بتلعب قدام النادي الاهلي 90 دقيقه تفضل في 20 متر قدام ال 18 يارده وما بتهاجمش في هجمه ده كده هتتضغط وهتتغلب في النهايه هتتغلب انت لازم تأدي كورتك برده صحيح لكن طبيعي ان لازم الخطوط تبقى متقاربه ما تبقاش انت على طول في موقف الضغط لانك انت اكيد هتغلط ما بتلعبش مستوى طبعا اقل منك او مستوى كمان انت بتلعب بطل اوروبا اعلى ليفل فلازم ايا كان هتلعب 4-2-3-1 هتلعب 4-3-3 ولكن الخطوط لازم تبقى مقفوله ممكن احيانا تلعب من نص الملعب وبتبتدي تلعب على هجمه مرتده ولحظات طبعا او اوقات من المباراه اكيد هتضغط من قدام بس مش تفضل طول الوقت تضغط من قدام طبعا كابتن هاني طب احنا ممكن نغير الطريقه سيبك من المسميات ولكن مثلا ممكن نلعب 4-4-1-1 ويكون في وجود لقفشه ما هو ده وارد جدا انك تلعب ممكن تلعب بالطريقه دي بس هو كلها فورميشن يعني انت بتنزل بفورميشن معينه هتلعب 4-4-1-1 يبقى في مهام معينه للاطراف هم خلي بالك عندهم اطراف قويه جدا تتكلم ناحيه الشمال عندك ديفيز وعندك جنابي دول عندهم سرعات كبيره جدا ديفيز يعني من افضل
باك شمال على مستوى العالم، بتتكلم على جنابي اسرع واحد، لسه الكابتن بتكلم مع الكابتن علاء الستارتنج بتاعه الاول الأربعة متر دول لو زق الكوره راح هيبقى بيفرق جامد جدا. صحيح جدا. الناحيه الثانيه عندك سولي ده لعيب باك يمين قدامه ساني، فبتتكلم على اطراف مهمه جدا، ما بتتكلمش مثلا على طرف مهاجم وطرف مهاجم. عندك كمان الاجناب بتتكلم على بتشتغل بشكل هايل. لو جينا لنص الملعب بتتكلم كيميتش لعب في نص الملعب امام شالكا، بتتكلم على مولر، بتتكلم على مولر ده بيعتبر انا في رايي من افضل لعيبه خط النص في العالم. ليه بقى؟ لانه بيقوم بادوار كبيره جدا، يعني مولر ممكن جدا يبقى تلاقيه طرف يمين، ممكن جدا يبقى راس حربه جنب ليفا، ممكن جدا يبقى تلاقيه طرف شمال، ممكن جدا تلاقيه لعيب ديفندر ما بين الاثنين اللي ديفندر بيقوم بواجب دفاعي بشكل هايل. فانت بتتكلم على لعيبه امكانياتها عاليه. انا من رايي 4-2-3-1 ان عمليه الضغط العالي مش هتنفع، او الضغط العالي مع فريق البايرن اول ما تخسر الكوره بتلعب تلتين ان شاء الله، تلتين مش هقول لك في نص ملعبك، لكن القوس خط النص بتاع القوس يبقى عندك راس الحربه، والمسافه ما بين راس الحربه لو بنتكلم على راس حربه وسيرد باك لا تتعدى ال 25 متر. ليه؟ لان المسافات الضيقه ديت مش هيبقى في مساحات حتى مولر يقدر يتحرك بيها في نص الملعب، هيبقى حتى ما عندها هم ما عندهم هيخلقوا فرص اكيد. لكن لما انت تكون انا لعيب جنبي كابتن عادل على بعد 5 متر ان انا حتى لو قطعت الكوره ابقى كابتن عادل جنبي فهسلم له الكوره بسرعه. فاعتقد الكومباكت ده لازم يكون شغال طبعا، انك تشتغل في مسافه 25 متر. الافراد على حسب دي رؤيه بقى فنيه. بس عارف عارف اخطر حاجه في الماتش ده يعني طبعا كلامكم كله صح والمسافات الضيقه وكل حاجه ومش المساحه اللي ممكن تعمل لك خطوره، اخطر حاجه في المباراه دي لما تمسك انت الكوره لما تقطع الكوره انت دي اكتر ازاي تشتغل ازاي لانك انت هتقطع كوره انت في هتلاقي ضغط رهيب برده خلاص من الفريق الثاني. انا بتكلم عليها بقى يا ايمن انت بتمسك الكوره انت كده في اخطر موقف ليك انت. صح. لان انت لو انت هتلعب هجمه منظمه زي ما هاني واسامه اتكلموا وكان عادل بيتكلم انت في التقفيل ده هتعمله هايل انا متاكد، والمهام بغض النظر على الطريقه المهام هتختلف وكله هيلتزم لانك انت بتلاعب ليفل عالي قوي، فانت عايز تظهر المظهر انت برده النادي الاهلي، فانت كل لعيب عايز يظهر باحسن مستوى ليه ايمن، هو ده اللي انت هتشتغل عليه. بس انا قلقان من حاجه واحده بس، انت ما بتمسك الكوره هو هتتصرف ازاي؟ زي ما كان عادل بيتكلم بيقول لك الفرقه بتدافع قدام النادي الاهلي بس بتدافع بس. أيوة. انت فاهمني يا عادل؟ هو أيوة. الجزء بيتكلم عليه طب كلمة. انت بتدافع كويس هندافع كويس، لكن بعد ما تدافع كويس ومسكت الكوره هتطلع بيها ازاي؟ اهم ما في الموضوع انك تؤمن انك تقدر. بالظبط. سيبك من طريقه اللعب، انت روحك وانك انت بتقول اقدر اعمل اقدر اكسب اقدر اشتغل اقدر وانا بدافع هاجم ازاي واقدر وانا بهاجم ادافع ازاي. لو عملت دي وقللت اخطائك مع الفرق الكبيره ممكن تطلع معهم بطريقه كويسه، لو جرجرتهم للعبك ممكن تلعب مش سهل انك تجرجرهم، دي دي, دي 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 فكره كبيره قوي انك انت تعملها، بس يجب انك انت لازم تكون في سبورت في الملعب في كل مكان. القدرات دايما العاليه اللي انت بتلعبها لو عملت سبورت على كل واحد في الملعب يعني هي نفوذ اماكن، يعني اللي هو لما بتحب تدافع ناحيه الشمال هتدافع بمجموعه دفاعيه، تدافع ناحيه اليمين تدافع بمجموعه دفاعيه، في الوسط تدافع بمجموعه دفاعيه. الحاجات دي هشتغلها مش مستمره صح كويس قوي، هيديك ثقه في نفسك عاليه جدا، ولاعيب النادي عنده ثقه في نفسه كويس قوي، وقدراتك اكيد انت واثق فيها كويس قوي. تمام. المباراه دي على قد ما تقدر قلل اخطائك بس اكيد معايا دي استغل اي فرصه دي بالزبط. لان العقوبه بتاعت الفرق الكبيره صعبه جدا في انك انت تقطع معاه. بالظبط. زي النهارده عارف في الدحيل النهارده في كورتين او في ثلاث كور ورا بعض احنا عملنا ميس باص دخلوا بيهم ال 18 ناحيه اللي انت لو معسني او معك دي اللي انا بتكلم عليها عادي يعني قلل الاصعب يعني هو انا متاكد مستر موسيماني المحاضرات بتاعته من بكره على الاخطاء اللي حصلت في نص ملعبك لان دي مش مقبول مع فرق طبعا مع الفرق الكبيره مش مقبوله. عشان كده بقول لك العقاب فوري. بالظبط. قلل اخطائك وفي حاجه انت هتجيلك فرص بس الفرصه دي هي بتاعت المباراة ودي الأهم زي النهارده حتى لو فرصة حسين جبت جول. بالظبط. يوم تاريخي ويوم مميز جدا بيتكتب وبيصنعه نجوم النادي الأهلي كالعادة، وطبعا زي ما عودتكم قناة النادي الأهلي الفترة اللي فاتت بتنتظروا الرسالة اليومية وكل الأخبار وكل الكواليس مع الزميل العزيز أمير هشام. كده بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي النهارده لمباراة الأهلي والدحيل.
واللي انتهت بفوز النادي الاهلي 1-0 بهدف لحسين الشحات. الف مبروك النادي الاهلي، وبنبارك له تاهله للدور نصف النهائي في كاس العالم للانديه ومقابله بايرن ميونخ بطل اوروبا. بنشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن علاء مهيوب الف شكر كابتن علاء، نورتنا وامتعتنا. اشكرك ايمن، ومبروك للنادي الاهلي وجماهيره، افرحوا النهارده بالمكسب والحمد لله وصلت دور قبل النهائي. بتمنى يا رب ان شاء الله النادي الاهلي يكمل زي ما بقول لك لاخر حاجه في البطوله دي، وفي الاخر بطوله ما فيهاش اي نقاط ولا حاجه خالص، بالعكس بطوله بتكبرك كنادي كبير بطل افريقيا، وانت فعلا بطل افريقيا ونادي كبير. اعتقد ان شاء الله النادي الاهلي هيوصل لمرحله مرضيه جدا في البطوله دي ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن هاني بنشكرك شكرا جزيلا، شكرا لك يا كابتن، ومبروك للنادي الاهلي، ويمكن رسالتي للعيبه يعني ان شاء الله انجوي الماتش اللي جاي، تمتعوا باجواء، تمتعوا بملاقات البايرن. صحيح. من السنوات القليله اللي ممكن تلعب فيها بطل العالم، ف ان شاء الله الضغوط اترفعت، وباذن الله النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله يحقق نتيجه طيبه ويعمل اداء كويس امام البايرن ان شاء الله. كابتن اسامه بنشكرك الف شكر كابتن اسامه، نورتنا ومتعتنا كالعاده. شكرا لك يا ايمن، ومبروك للنادي الاهلي بكل الناس اللي فيه انتماء يعني بمختلف وظائفهم، مجلس اداره، جهاز فني، لاعبين، مبروك طبعا لجماهيرنا، وشرف كبير قوي ان احنا نوصل قبل النهائي في كاس الانديه العالم، وبتلعب بطل اوروبا بايرن ميونخ. مجرد انك تلعبه شرف كبير وماتش تاريخي في حسابات النادي او في تاريخ النادي الاهلي، فزي ما هاني قال اللعيبه تستمتع وتبقى مبسوطه انها تلعب، وما بقاش في ضغوط عليهم. الضغوط كانت النهارده اكتر. الماتش البايرن نتمنى ان شاء الله نعمل فيه مباراه كويسه ونكسب باذن الله ان شاء الله. ان تلعب كمان بايرن ميونخ ده شرف كبير للنادي الاهلي الحمد لله. يعني فيلسوفنا التحليلي المحلل الكبير كابتن عادل الرحمن قال الشكر، شرفتنا ونورتنا. لا كابتن، انا هنهي بكلمه واحده بس. قول يا ريت. ليه لا؟ صحيح. الله. طب ليه ما نحلمش؟ ليه ما نحلمش؟ ان شاء الله ربنا يكرم ونعمل مباراه كويسه يا رب ان شاء الله، وصلنا المكانه كويسه وان شاء الله نعمل مباراه كويسه، وليه لا تاني. الف شكر كابتن عادل، والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.